بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثانوية العامة وكمان طلاب الأزهر في كل جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بيكم. وخلينا نقول في البداية كده يعني ألف ألف مبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ونتمنى لكم طبعا مستقبل باهر إن شاء الله، مستقبل موفق، مستقبل سعيد في الجامعة وفي الحياة العلمية والعملية بتاعتكم إن شاء الله مستقبلا. والنهاردة بإذن الله كده على مدى ساعتين هنتكلم عن الدور الثاني، أو لكل الطلاب اللي هم لم يحالفهم الحظ وعندهم دور ثاني في اللغة الإنجليزية. هنتكلم النهاردة يعني أولى حلقات المراجعة، وياريت الناس كلها تكون متابعة معانا، وأكيد هنستنى اتصالاتكم. ويشرفنا بالتاكيد في الاستوديو هنا معانا مستر عصام مختار، سينيور ماستر از مينستر انفستيجيشن. ازيك يا مستر عصام؟ الحمد لله يا مستر. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. مستر عصام، عايز بك في البدايه كده تكلمنا يعني اكيد انت عايز تبقى برضه تبعت تهنئه لكل طلابك وطلاب جمهوريه مصر العربيه الاول. اتفضل. طبيعي، وطلبه الثانويه العامه طبعا والازهريه اللي سبقتنا في النتيجه بتاعتها، بنقول ان احنا النهارده حديث الساعه، مصر كلها بتتكلم على الثانويه العامه طبعا، حلوها ومرها والنتيجه واللي حصل والكلام ده، يعني بغض النظر عن موجه التسريبات والفقد اللي حصلت فيها للاسف الطلبه اللي انسقت وراها هي السبب في اللي جرى لها. لكن في طلبه بتعجبني جدا يا مستر محمد، لانه ما حطش في دماغه اي حاجه من الظروف اللي حواليه، تمام، ومركز من اول السنه وملوش دعوه باللي بيحصل حواليه، عشان كده ربنا وفقه. عشان كده احنا بنزف بشره ونقول لكم الف الف مبروك. طبعا مش محتاجين ان احنا نقول ان احنا هنبتدي معاك مراجعه للدور الثاني. الدور الثاني يعتبر فرصة ثانية للناس اللي ما كانتش موفقة، وطبعا احنا عندنا احصائية ان يعتبر الامتحان ده هيبقى اول مرة، لان في ناس واخدة اعفاء او ظروف منعتها انها تخش الامتحان، فالامتحان ده يعتبر لسه اول مرة ليها، اللي واخد تأجيل بغرض طبي او بعذر يعني. فان شاء الله هنبقى معاكم في حلقة وحلقات قادمة نراجع تاني مع بعض الطلبة اللي ما كانش معاها الحظ كفاية في الدور اللي فات. ان شاء الله هتتابع وتتعلم، لان ببساطة جدا الامتحان اذا كان مادة واحدة ما يفرقش كتير مع الطلبة اللي هتبقى معاها مادة ان شاء الله. طيب احنا كده مستر عصام على مدار الساعتين بتوع الحلقتين اكيد عندنا استفسارات كتيره جدا بتدور في اذهان كل طلابنا الناجحين واللي عندهم دور تاني. يعني الناجح مثلا يسالنا هيقول لي مثلا انا هعمل تظلم ازاي، يا ترى اخد الدرجه بتاعته ولا مش هاخد درجه، التنسيق شكله ازاي. اكيد هنجاوب على كل الاسئله دي، ولكن واحده بواحده كده واحنا شغالين في المراجعه نفسها هتلاقيني فروم تايم تو تايم مستر عصام ام جونت اسك يو سام كويستشنز اباوت ذس. Yes. وعموما احباء دلوقتي هنبدا في اللغه الانجليزيه ونشوف مستر عصام محضر لنا ايه. اتفضل مستر عصام. طبعا احنا لما بنبتدي بنقول لكم خدوا بالكم، احنا مجهزين ورقه امتحانيه بترتيب الاسئله اللي فيها. اوكي، احنا خلاص درسنا وراجعنا الكلمات، طبعا هنبتدي اكننا الامتحان بكره، فشوفوا ازاي هنبقى مستعدين وجاهزين. طبعا اول سؤال بيبقى عندنا فور ايتمز سيتويشن، بيقول لك هنا وات وود يو دو او ريسبوند تو ذا فولوينج سيتويشن. ريسبوند هنا بمعنى استجيب، اقرا الموقف ترجمه شوف لي ايه اللي مطلوب منه، وبعد كده نفرق كده هنقدر نعمل ايه. نشوف مع بعض اول سؤال في السيتويشنز. كاتب لي هنا يو ار اسكد، هيطلع حالا على الشاشه قدامنا. يو ار اسكد اباوت ذا كايندز اوف بوكس. شكرا. يو ار اسكد اباوت ذا كايندز اوف بوكس يو لايك بيست. حد سالك، خدوا بالكم كلمه يو ار اسكد هنا عشان ما حدش يغلط تقول لي وات كايند اوف بوكس دو يو لايك. لا، ده اللي انت اللي بتتسال، فانت اللي هتجاوب. انت بتتسال على افضل الكتب اللي انت بتقراها، اي نوع الكتب اللي انت بتقراها. في طالب يروح كاتب كده ساينس فيكشن وبس، تمام مفيش مشكله، يعني مش لازم تبقى جمله طويله. لكن لما نيجي نكتب جمله بقى، بصوا بالراحه كده، ساينس فيكشن بوكس ار ذا كايند اوف بوكس اي لايك موست. راح محدد لي كده ايه نوع الكتب، وراح مكمل عليها جمله جميله جدا، ساينس فيكشن بوكس يعني كتب الخيال العلمي ار ذا كايندز اوف بوكس، هي نوعيه الكتب I like most أو I like best اللي يعجبك فيهم. طيب انت عارف طبعا احنا بنتكلم معلش دور تاني يعني عذرا اكيد مستوانا في الانجليش اقل شوية، تمام، فانا عايزين اكيد نستخدم كلمات ابسط واسهل تاخدنا كده واحدة بواحدة، يعني ما تناولناش سريعا. انا شفت انك حضرتك بتقول لنا you are asked، وفي اكيد فرق بينه وبين you ask، تمام. برضو ركزنا شوية مستر عصام كده نعمل ايه، لان احنا اكيد مرنا في فرصة وما وفقناش والامتحان كان كويس ما كانش صعب قوي يعني. طب انا عايز انجح، تمام، اكيد انا يعني لو دخلت دور اول فانا اكيد في الدور الثاني ده مش هقدر اجيب غير 25 درجه، او يعني حتى لو جبت 30 40 من 50 فانا مش هاخد غير نصف الدرجه اللي هم 25. فانا عايز دلوقتي، انت بتقول لي دلوقتي لما بيقول لي يو اسك يبقى انت اللي بتسال سؤال بيخاطبك انت كطالب، اسال
يبقى هتسأل بتستخدم مثلا كلمة استفهام زي why, what and so on. لما بيقول you are asked, انت سئلت. احبائي مهم جدا تفهم السؤال نفسه بيقول ايه. انت تسألت يبقى لازم تدي اجابة. مستر عصام بيقول لك you are asked about the kind of box, عن نوع الكتب that you like best, اللي بتحبها اكتر. والله انت خد من السؤال هتقول مثلا ايه the kind of box that I like best is كذا, النوع اللي بحبه من الكتب يكون. ممكن مثلا كلمة زي كلمة scientific box, ماشي كتب علمية, او science fiction box كتب خيال علمي. في كلمات كتير جدا, historical box مثلا كتب لها علاقة بالتاريخ. يبقى انا بحاول اخد جزء من السؤال وبكمل وادور في دماغي ابسط شيء ايه. لان حسيت يا مستر عصام المشكلة ان الطلبة اللي زي كده بتبقى في الاساس ما عندهاش يعني قابلية انها يقعد يقرأ السؤال ويحاول يفهمه. هو مستعجل, بيشوف كلمة عارفها فاكرها يكتبها وخلاص. لو مش عارف ما بيبذلش اي مجهود. انا عايز ابذل مجهود في السؤال, وهتلاحظ الكلام ده واحده بواحده. اتفضل. تمام. هو برضو حته بذل مجهود ده بيعتمد على الاستعداد النفسي. تمام. يعني الطلبه اللي غير موفقه في الدور الاولاني احنا بنقول ده ما ياثرش كتير معاك, بالعكس ده انا عايزك تبقى داخل الامتحان تقريبا اول 4-5 اسئله ضامنين ال 25 درجه اللي قال عليهم استاذ محمد, وبعد كده ما فيش مشكله بقى زيادات, هي كده كده مش هتحسب. فبقدر الامكان ابذل مجهود, وهنشوف تاني في الاسئله اللي جايه ازاي نفصص الجمله بالراحه. أيوة. ونترجمها ونقول اعمل فيها, ونديهم هي فرصه يجاوبوا كمان قبل مستر عصام. تمام. اتفضل. نشوف الموقف الثاني. بيقول هنا you are asked, تاني you are asked to tell your age next year. بالراحه بقى كده, you are asked, انت بتسال, to tell حتى او لكي تقول your age, فاكرين طبعا كلمه age بمعنى عمر, next year يعني حد سالك انت عمرك هيبقى كام يا ترى السنه الجايه. فتشوفوا بقى لما حد يقول هنا your age هبتدي من عندي هنا ضمير الملكيه, اه انت بتسال على سنك, يبقى هتقول سني, مش هقول your age ما خدهاش زي ما هي كده your age وراح حطها your age. لا ده انت هتبتدي تتكلم عن نفسك. في الحاله دي هغير ضمير او صفه الملكيه اللي عندي هنا من your ل my. my age يا ترى انت هيبقى عندك كام سنه. طبعا ما تقوليش 65, لا هات حاجه منطقيه يعني قريبه شويه 40-30-25, ويا ريت لو تنزل يبقى افضل, سنك 17-18 سنه ريزونبل. اه حاجه اجابه معقوله يعني مستر محمد كده 25 مثلا يعني. ماشي 25. تمام. نشوف كده اجابه الجمله دي تبقى ازاي. بيقول لنا next year I will be 16 years old. next year احنا خدنا حته من كلمه next year دي في اخر الجمله. ايوه. وحطيناها في الاول, شكل الجمله يبقى شكلها مرن شويه يعني. لو انا عندي كده yesterday او tomorrow او now, يفضل تبقى في اول الجملة اللي هي time expressions, الكلمات اللي تدل على الزمن. يعني مثلا كلمة زي yesterday ما روحش حاشرها كده في وسط الجملة, يفضل تبقى في الاول. عايز تبقى في الاخر ما فيش مشكلة. نشوف اجابتنا تاني. next year I will be 16 years old. انا هكون عندي 16 سنة. طب انت مستر عصام قصد تستخدم كلمة will هنا؟ اه طبعا. يعني كان شينفع اصلا I'm going to be؟ لا هو I'm going to be انت بتخطط يبقى عندك كذا. تمام. لكن هنا بنتكلم على future fact. ايوة. يعني فعلا ان السنة دي عندي 15, فاضلي كام يوم واوصل لل 16. دي fact. حقيقة. بس هي لسه هتبقى. تمام. فعشان كده بقول I will be 16 years old. تمام. يعني الطالب يترجم بقى يقولك انا سأكون او سأبلغ سنة كذا. سادية لو السين دي سوف يعني. يبقى will بالضبط. تمام. Yes. I'll be 16. يكتبها رقم مفيش مشكله. مفيش مشكله. اوكي اتفضل. احنا بنسهل الامور عليهم. تمام. نشوف الموقف الثاني. The national team, الفريق القومي, won the African handball championship. كلمه won هنا فاز ب, وافريكان حاجه كده مسابقه افريقيه. كلمه championship بطوله, بطوله رياضيه بس في ايه بقى؟ handball. يبقى فريقنا القومي فريق مصر طبعا المنتخب بتاعنا كسب البطولة الأفريقية للهاندبول. ممكن يغير هاندبول ويكتب فوتبول. تمام. فيش مشكلة. هو أنا لما أعرف الخبر دوت مطلوب مني إيه؟ بيقول هنا إكسبريس, خدوا بالكم الحاجات اللي زي دي, لأنه ممكن ما يقولكش أسك ومش أسك, لا كمل أو عبر. إكسبريس هنا معناها أعبر, تفاعل مع الموقف. يور ديبست جوي. طب يا مستر محمد أنا عندي كلمة صعبة قوي, ديبست وجوي. تمام. أنا هفترض يا أولاد أنا الموقف ترجمته خلاص, بيقول الفريق القومي فاز يعني قال لي مسابقه او منافسه يعني مناسبه جميله يعني. تمام. الجزء اللي تحت ده بتاع اكسبريس يور جوي, اكسبريس يور جراتيتيود. أيوة. اكسبريس بتبقى في حاجات مكعبله شويه عليا حتى لو كان صعب, بس انت ممكن تخمن من خلال الجمله اللي فاتت. تمام. صح كده, انا عرفت الموقف والمناسبه. حد يقول لك ايه صور فلان كسب او النادي ده فلان كسب, فهتقول يا معقول. مبروك مثلا. فنشوف كده موقف زي ده تعبير عن الفرح العميق. الفرح. تمام. هنقول ايه بقى؟ deepest joy هنا يعني الفرح العميق, حاجه يعني سعيده جدا يعني. احنا عندنا جمله في الاول بتتقال كلمه عباره كده اسمها واو, يا لا
يا لا ايه بقى دي تعبر على السعاده دايما مفاجاه. What a tremendous achievement. برضو هي كلمة صعبة شوية. هنزعلهم مني من نصر عصام ولا ايه؟ يعني لما تقولي what a tremendous achievement يا له من انجاز بقى. لا انا لكده هحفظ. ممكن اقول ايه؟ what good news. حلو قوي. what good news. تمام. او well done. او I'm so happy. ده اللي كتبه برافو. it's okay. يعني انا عايز ابسط واسهل. تمام. the simplest and the easiest. اوكي. بس ما يمنعش ان في طلبه بتبقى عارفه. انا كنا اتكلمنا مستر عصام وفره للدور الاول. تمام. انا خليني متعاطف مع احبائي. ربنا يكرمهم ان شاء الله. مستر محمد برضو بيقول لكم ان هي الامتحان جاي ابسط بكتير من اللي احنا بنكتبه. يعني هي في متناول الجميع. بالظبط. عشان بس فاضل شوية. ان احنا يبقى عندنا الشجاعه الكافيه ان احنا نكتب سبيلنج كويس. تمام. نشوف الموقف اللي بعده. You don't understand the meaning of the word amnesia. واحنا عندنا الكلمه دي في المنهج. تمام. وحده خمسه. تمام. طبعا كلنا فاكرين أغاثا كريستي. هنا بيقول بقى انت لا تفهم don't understand انت مش فاهم the meaning المعنى of the word الكلمه اللي جايه دي. يعني بالعربي كده انت عدت عليك الكلمه دي وانت مش فاهم معناها. ببساطه جدا الاسلوب ده بيعجب مستر محمد قوي. يقول يا اولاد انتوا واحده واحده انت مش ترجمت. يقول لك انت مش فاهم معنى الكلمه دي. طب ما تقول على طول انا مش فاهم معنى الجمله دي. صح. ببساطه هروح مغير الضمير اللي بره ده بدل ما تقول لي يو اعمل فيها ايه خلاص بقت اي. لو انت كملت I don't understand the meaning of the word amnesia. صح. يعني انت كنت تقول كده المفتاح السحري. اه طيب يعني معنى كده ان الطالب ممكن في بعض مش بقول كل situations ما يبذلش مجهود وممكن لما يخاطب مثلا بجمله زي كده you don't understand the meaning of a new word whatever the word is ايا كانت الكلمه مش مطلوب مني ان انا يعني ادور على شكل سؤال او اسال حد او كذا. بكل بساطه زي ما قال مستر عصام كده وقال لي ايه بدل ما بقول لك يو دونت اندرستاند قلت لي اي دونت اندرستاند وكملت عادي جدا. طيب ده بيخليني مستر عصام اسالك هل احنا او التيتشرز اللي احنا بنصحح هل بيبقى الناس ده سؤال برضو بيدور وزي ما قلت على مدى حلقاتها سالك في حاجات كده زي كده هل بيبقى فعلا في مدرسين ضد الطالب؟ انا مثلا كطالب اديت اجابه زي كده تمام هل دي ممكن تحسبها لي مثلا في ولو احتمال تحسب خطا؟ احنا عايزين نمسك حته ضد الطالب دي ونعلق عليها عشان ده انا بسمعه كتير جدا. اولا احنا من الناس اللي بنصحح بقى لنا 25 سنه مش مجرد بس حتى زمايلنا اللي هو قدروا 5 6 سنين بس هو الناس كلها فيعني لا انا بتكلم على مدار ايه خبره باللي احنا بنشوفه بعينينا. تمام. فادي هفترض ورقتك كطالب انا مبدئيا انا عارف دي بتاعت مين طبعا لا فطبيعي حته ضد الطالب اللي في دماغ حد من الكلام ده يقول لك المدرسين قرصوا شويه المدرسين اتكوا شويه في التصحيح الكلام ده مش حقيقي. ليه؟ لان طبيعي المدرسين دولت عندهم ولاد اخوات صغيرين فهم زيكم بالظبط اخواتكم زي عمامكم زي ابائكم فاستحاله هيبقى شغال بذمتي الذمه الاولانيه يبقى ضد الطالب والذمه الثانيه بتتطلب ان يقول يا رب يكون ولدي او ابني او بنتي ورقتها تعدي. لا احنا مبدا واحد طالما كاتب اجابه كويسه واجابتك الى حد كبير طبعا احنا بنتكلم كمان دور اول ودور تاني يعني مش مجرد الطلبه اللي مش موفقه هنتساهل معاها اكتر ويمكن دي حقيقه بتحصل بس هي الفكره كلها ان احنا فعلا هي تقريبا معي واحد ميزان واحد في التصحيح اختيار يبدا الاول مستر عصام اختيار المعلم اللي هو هيروح يصحح طبعا هل اي حد بيروح يصحح معلش انا يمكن عارف الاجابات لكن عايز برضه اسال عشان اوضح لكل الطلبه واولياء الامور اهم برضه تمام لما بيجي لك مثلا واحد سري اللي هو انك انت كمقدر وليس مصحح هي مقدر درجات مقدر درجات هل بيختار مثلا عندك مثلا ناس بتدرس اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي مين اللي اولويه انه يروح تصحيح اللي خبرته في المنهج اكتر اللي بيبقى بيدرس وفاهم المنهج يبقى دايما الاول بيبدا باختيار المعلم اللي هو بيدرس الصف اللي بيدرس ثالثه ثانوي هو ده اللي بيتكتب الاول اللي هم بيتم انتقاء مش كل الناس بتصحح بيتم انتقائهم للتصحيح طيب الراجل ده بيكونش عنده اي موانع في ان هو يشارك في اعمال التصحيح هل المعلم بينفرد مستر عصام بالورقه طبعا لا ده طيب. لجنه بيبقى اللجنه دي حوالي كام نعد بقى رقم 27 معلم 27 معلم تمام يعني الورقه الواحده مستر عصام بتبقى في ايد 27 مدرس طيب سؤال مثلا زي اللي حضرتك بتناقش فيه دلوقتي سؤال سيتويشنز يا ترى واحد بيصحح وخلاص كده ولا في حد يراجعه ولا ايه النظام لا هو انا ممكن اقول ان اي سؤال بيتراجع 3 مرات ازاي المدرس الاول اللي هو مخصوص بيه اول مدرس رقم واحد اللي هو مختص بالسؤال ده تمام نفس المدرس دوت قاعد جنب منه مراجع عليه فلازم يشوف بعينه هو الدرجه مظبوطه ولا لا لانه ممكن يلاقي فيه درجه اقل يقول له لا زود لانه يستحق صح زياده طب ادي 2
على ما تخلص اللفه بتاعتها بتاعت 27 في حاجه اسمها هاي تيبل. ايوه في واحد من الهاي تيبل قاعدين حوالي 3 مدرسين كبار مدرسين. أيوة. كبار. ايوه وظيفته بقى بيمسك الورقه يفليها. ايوه شوف تمام. السؤال ده لا ده في حته كده عشان في طلب تتشكك. أيوة. في حته ما عليهاش حته حمراء وترجع تاني الورقه يقول لك لا السؤال ده رقم كام 4 مين يا اساتذه معاه 4 طب بعد اذنكم اقروا لي الحته دي عشان مش شايف عليها اي علامه تدل انها اتقرت. ايوه مش خدت الدرجه لا ده واضح انها ما اتقرتش فبتلف الورقه ممكن نقول هنا الورقه بتاعتنا بتخش الخلاط 27 واحد عينيهم رايحين جايين وكفايه لما بتتجمع بتبقى ما شاء الله بيتعمل فيها ايه فثقوا تماما ان ما فيش حاجه بيحصل فيها ده في يعني. اسئله كمان بيبقى المصحح ليها اثنين زي سؤال مثلا بتاع القصه سؤال التشويس التشويس اثنين مصححوه الكومبرهنشن وهكذا. طيب عموما زي ما اتفقنا هنناقش الحاجات دي واحده بواحده كل شويه ولكن كده واضح ان انا ممكن اجي انا كطالب اقول لك لا والله انا حلست كويشنز كويس قوي انا حلل السؤال لا انت تخيلت انك حلت السؤال هيئ لك لكن الحقيقه لا مفيش داعي ابدا وخاصة ان مفيش اسم على ورقة احنا بيجينا الورقة كده استريبس رقم سري ما نعرفش مين مفيش اي عداوة شخصية عشان نمحي الكلام ده بس احنا طبعا احنا كاولياء امور ممكن نصدق اولادنا انا كتبت يا بابا كتبت يا ماما كتير قوي 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 لكن ما خدتش درجة ومش عارف ايه بتاع اوكي الحق لا هنرجع بعد كده للرسام ونبقى نتكلم كيف التظلمات لكن نرجع ليه سيتويشنز اتفضل كنا واقفين لسه عند سؤال هنا بيقول you don't understand the meaning of the word amnesia نفس الجملة وقلناها هنعملها ازاي بدل you هتبقى I تعالوا نتفرج على الإجابة هتبقى مكتوبة ازاي بيقول هنا please sir انت تخيلت نفسك قدام المستر فبتقوله please sir can you tell me the meaning of the word amnesia can you tell me ده يعتبر هنا request بتطلب منه ان هو يقولك المعنى وبرضه هي الزيادة اللي احنا عملناها can you tell me بس لكن the meaning of the word amnesia نفس البودي بتاع الجملة موجود معنا شغالين عليه تمام أوكي نشوف الموقف اللي بعده you want to know اهي بالظبط بالظبط زي ما بنقول you ask you want to know انت تريد ان تعرف تعرف ايه بقى the number of people in your reading club بالراحة كده كلمة number كلنا عارفينها معنى رقم رقم ايه هنا رقم او عدد The people of or in your reading club الناس عدد الناس اللي موجودة عندك في نادي القراءة يعني في ناس بتبقى عاملة جروب على الفيس أيوة في عاملة جروب في المدرسة في جروب في هنا لا احنا عاملين بقى جروب على نادي الاطلاع أو القراءة انت جالك فضول فبتقول انت عايز تعرف عدد الناس دي قد ايه ببساطة جدا زي ما انا قلت في الموقع اللي فات يو هتتشال ويتحط بتاعتها اي يبقى الضمير اللي هيتغير I want to know وتمشي صح في بديلة تانية ممكن Will someone tell me the number of our reading club members? Will someone, هل أحدكم أو أي حد فينا العديد يقول لي the number? برضو هي tell me نفس الكلام. وممكن بدل يا مستر محمد نحط will someone أنا ممكن أقول هنا tell me the number. أكيد في واحد قدامي فعلا. أكيد. بس لو ابتديت ب tell me أكيد مش هنهي بال question mark لأنها جملة عادية جدا. Tell me the number of our reading club. والناس اللي عارفه بسعر الرقم هيقول لي how many people are in the reading club. تمام. وهكذا. بس ما انساش ان انا بعمل generalization عملية تعميم. يعني مش بالضرورة في الامتحان هيجيني موقف مثلا يقول لي عدد الناس اللي موجودة في نادي الاطلاع او نادي القراءة اللي عندك. عشان تقول الجملة دي قالها مستر عصام في المراجعة. لا. مستر عصام يكفي ان قال لي لما بتسأل عن عدد بتقول لي how many. وخلصت. حاول تعمم ده سألك عن عدد أشخاص في الفصل عدد أعضاء الأسرة بتاعتك في البيت وهكذا حاول تعمل عملية تعميم للموقف لأن في الآخر إحنا أحبائي بندور في السؤال الأول اللي هو أربع درجات في situations دي إحنا حاجات خدناها من أولى إعدادي بندور في إطار حاجات محددة يعني بتكلم مثلا عن suggestions اقتراحات بتكلم على advice نصيحة إذا كان giving advice acceptance القبول للنصيحة أو لأ بتكلم على apology اعتذار بتكلم على thanking شكر بنتكلم على مثلا ask about opinion سؤال عن رأي أو giving opinion يعني حاجات كلها أصلا المفروض نكون خلاص عرفناها كويس قوي الفكرة ان احنا بنغير بيبقى شكر مثلا you wanna thank somebody for تشكر شخص على بعد كلمة for بحط أي موقف بقى لكن انت تبقى عرفت خلاص لما بشكر شخص بقول أبسط صيغة أو أبسط شكل thank you for كذا اتفقنا؟ نرجع نكمل مستر عصام ونعلق أكيد على كل موقف تفضل نشوف الموقف ده يمكن مش هيعجب ناس كتير بيقول لي هنا your friend doesn't study hard صاحبك او صديقك خدوا بالكم يمشي طبعا مذكر ومؤنث مش بيذاكر doesn't study مش مذاكرش لا ده دلوقتي لسه قدامي وقت يعني advise him slash طبعا here لو كان ولد او بنت to do more effort تاني نقرا الجمله دي ده لسه بنقول يا مستر عصام ان في اطار نصيحه هو تمام تمام
لما يقول لك هنا موقف زي دوت احد اصحابك مش بيذاكر باينه جدا your friend doesn't study hard. ده لو سابها كده طبيعي انا متوقع مني اقول له ايه؟ اقول له ابسط حاجه study hard. حلو. ذاكر. يبقى كانه فعل امر يا مستر اسامه. اه تمام. بدون اي pronoun بدون اي ضمير بقول له study hard واسكت هاخد درجه كامله صح؟ تمام تمام تمام. طب وات ايلس ممكن اقول بدالي ايه في الجمله؟ في بقى طلبه نصحه شويه يعني بتبقى بتقول ايه؟ هو دي نصيحه يا مستر انا اعرف كلمه شود صح اروح مدخل بقى شود هقول له يو شود ستادي هارد هارد يعني باين اهي الصيغه بتاعت الجمله وكيانها بكلمه شود يو شود ستادي هارد يو شود سليب ايرلي يو شود وركب بقى عليها لو اعتبر ان شود هنا مرتبطه يجي وراها مصدر فشوفوا بقى الموقف شكله ايه ولما ادخل عليها شود هيبقى بادي وفي ناس ثانيه حافظه اف اي وير يو اي وود جاهزين بالحكايه دي يبقى اف على بعضها كده يا مستر عصام عشان ما ينفعش اقول اف اي وير يو اي ويل لان ايه اف اي وير يو اي وود ها اي وود بقى ستادي هارد اي وود سليب ويل اي وود فيزيت مثلا ماي جراندبا اند سو اون ده اللي احنا بنسميه التعميم في الموضوع انا عندي دايما كي وورد كلمه مفتاح للقصه كلها كلمه ادفايز كينصح او ادفايس كنصيحه الكلمه موجوده في الموقف خلاص ما هو من ما هو انا كلمه النصيحه بتدور في ايه انا دايما بقول في شكل مثلث somebody gives advice حد بيدي نصيحه وsomebody يعني هنخليه في موضع اللي هو الريسيفر المتقبل للشيء either to accept or to refuse اما انك تقبل او ترفض انا بنصحك بشيء المطلوب مني ايه بقول لك I advise you انا بنصحك او you should او if are you if I were you I would او if I were in your shoes I would كذا طيب انا نصحتك انت كشخص بقى متقبل هتقول ايه لو عجبك النصيحه بتاعتي هتقول لي مثلا اوكي اي بروميس اي ويل اوعدك هشوف او ممكن تقول لي مش عجبك بس برضو ما بتضايقنيش فتقول لي مثلا ايه اوكي ليت مي سي يعني اشوف او ليت مي ثينك افكر تمام كده والموقف ده بيبقى اكيد في اي حاجه تانية لو قلنا مثلا في الاقتراح مستر عصام لو مثلا بقول لك يو سجست الكي وورد هنا كلمات كلمات ده suggest. كلمات كتير طبعا صح كده لو قلنا مثلا كلمه ميك سجستشن يبقى برضو كلمات سجست او سجستشن طيب هنا برضو شكلها يا مستر عصام مثلث لما اقول لك يو سجست انت بتقترح هتقول لي ايه مثلا عندنا بقى اكتر من صيغه في اديني الابسط يا مستر عصام ليتس ونحط ورا طبعا الانفينيتيف بتاع بالظبط كده نشوف كده يبقى ليتس ستادي يلا نذكر مستر عصام النهارده قلت له ايه ليتس ستادي وكلنا عارفين اكيد والله حافظين من اعدادي وات اباوت او هاو اباوت ستادينج اتس اوكي طيب انا دلوقتي كشخص اللي هو اديت ايه عملت الاقتراح اللي بيسمع اقتراح الشخص ليسنر اللي بيسمع ده هو بعينه سبيكر بيه يا مستر عصام يا اما القصه دي عجباه تو ابروف عجب الاقتراح بتاعي او ديس ابروف مش عجب الاقتراح لو عجب الاقتراح ما احنا في اجابه محدده برضو اللي هي اتس اوكي اتس اوكي او ا جود ايه ايديا طب مش عجب الاقتراح بيقول لي مثلا ام نوت فيري كين اي ام نوت فيري كين مش متحمس للايه للفكره نفسها يبقى احبائي معلش احنا النهارده بنحاول نوصل عصام مش بندي مش فكره الكم فكره تكنيك الاسلوب الطريقه هاو تو جيف ذا بروبر انسر ازاي تدي الاجابه الصحيحه الحكايه سهله جدا كنت اتمنى ان كنتوا تتابعوا النيل التعليميه من اول السنه لان بفضل الله يا مستر عصام اوائل الجمهوريه ده مش مجرد كلام على فكره يا جماعه لا اوائل الجمهوريه هم اوائل النيل التعليميه مش في الانجليزي بس في كل المواد بدون جدال والله الكلام ده السنه اللي فاتت السنه دي على مدار السنوات كلها النيل التعليميه هي لها التاثير الاكبر وخاصه ما انت لاحظت ان احنا ايه عندنا مثلا المنيا في 8 طلاب مثلا من اول الجمهوريه عندنا مثلا في المنوفيه 12 طالب كلهم بيتكلموا ان احنا لا كنا بنتابع القنوات النيل التعليميه فاحنا هنا بنتكلم على طريقه الحل اللي يخليني في امتحان زي ده كان امتحان سهل جدا اللي ما وفقش ليه الامتحان كان سهل وانا عندي المفروض 9 اسئله مطلوب مني 50 درجه فقط العمليه مش صعبه يا جماعه الفكره انك ما تفكرش صح او ما فيش معلم قال لك اعمل كذا النهارده بنقول له مستر عصام اهو انا بشوف الموقف شكله ازاي وببدا اتعامل معاه واحنا دلوقتي اتكلمنا على ادفايز من فاتت واتكلمنا على الميك سجستشنز وهنشوف كمان حاجات اكتر واكتر وبنفس السيستم اتفضل مستر عصام طبعا هو المقصود بيبقى فيه براكتس اكتر الاولاد او البنات يعني يحتكوا اكتر بالاسئله هيبقى مستوانا اكيد اكيد احسن تعالوا بقى نشوف الجمله اللي احنا وقفنا عندها وقلناها شفوي نشوف التحرير بتاعها بيقول ايه I think you should study hard ادي الجمله بتاعت I think you should اللي هي فيها نوع من النصيحه والاقتراح نشوف الموقف اللي بعد كده
You are asked. بصوا بقى للصيغة هنا مكتوبة ازاي. You are اللي هي you are مختصرة شوية. You're asked how you can save energy at home. احنا عندنا من ابرز الوحدات في المنهج الوحده بتاعه انرجي. تمام، الوحده الثالثه. واحنا محتاجين توعيه، يعني مجرد اللغه بتعلمنا حاجات نعملها في في البيئه بتاعتنا وحياتنا. بيقول لك انت دلوقتي عندك عادات معينه للطاقه، بس هو بيقول لي هنا how you can save energy at home. بيقول لك يا ترى انت بتوفر الطاقه ازاي؟ وخد بالك انت اللي بتتسال. انت اللي بتسال، ما حدش بقى يرجع يقول ايه I am asked how I can وكده، انت غيرت صيغه السؤال، دي مش اجابه. دي مش إجابة، احنا لعبنا بصيغة الجملة. اقراها تاني وبالراحة. You are asked، أنت تسأل. How you can save energy، كيف توفر الطاقة. يعني احنا قاعدين في استوديو في إضاءات كتير، أنت قاعد في البيت مش هتنور كل حاجة، صح؟ فأبسط حاجة هقوله أنا بطفي النور اللي مش محتاجه. تعال نشوف الإجابة بتاعتنا كده. I turn off. Turn off كلنا حافظينها. Turn off، switch off معناها يطفئ. I turn off all light switches. مش عايز تحط كلمة switches all light كل الأضواء أو كل النور that I don't need، يعني مش محتاج الضوء ده، بطفي النور عليه. في طالب تاني يقول لي إيه I turn off my computer and the CD player، يعني اللي انت عايز تغير الصيغة براحتها، بس يعني ياريت يخصص ليها كلمة turn off. تمام، أو switch off. تمام. وخلاص مثلا the computer after use، بعد الاستخدام، وريح نفسي. احنا بناخد دايما الأبسط، ما تدورش انت بقى ايه. اصل في طلبه طبعا بيفكر ان ايه، لا ده انا بدور على اجابه تكون، ما فيش اجابه حلوه واجابه وحشه بالنسبه لنا. كل واحد هنا بسالك انت بتعمل عشان توفر طاقه، مش محتاج بقى تقول لي لا ده احنا بنفصل مش عارف. لا انا كل الحكايه بس ان انا بفصل اجهزه بعد الاستخدام. اديني اجابه بسيطه جدا، انا بيهمني او الشكل او الصيغه اكتر مضمون في الحاجه اللي زي كده. اتفقنا؟ اتفضل. طبعا الجزء اللي احنا خدناه من شويه ده كان سيتويشنز، لبنا حاجات معينه بنعرفكم ازاي، وطبعا في حلقات تانية ان شاء الله هنزود عليها، بس احنا يهمنا نعودكم على الورقه الامتحانيه مجملا هتتعاملوا معاها ازاي. الجزء اللي فات او الايتم اللي فات كان فيه اربع اسئله، طبعا هو مش اربعه اربعه، لكن هو بيجي في ورقه الامتحان اربع اسئله هتحلهم كاملين، ادي اربع درجات. اللي جاي بقى بعد كده اسهل من اللي فات. الاثنين اللي هم مرتبطين ببعض اللي احنا بنحطهم تحت اللانجوج فانكشن او الوظيفه اللغويه سبيكرز. السؤال التالي مهم قوي قوي قوي، لان الطلبه برضو محتاجه انها تبص عليه. السبيكرز عشان تبقوا عارفين بيبقى موقفين اتنين، بيقول لك لازم تقول لي المكان فين، مين اللي قال، وبالترتيب بتاعهم، يعني الاولاني كان مين والتاني كان مين، ما حدش يبدل. وفاضل اخر حاجه بقى الموجز بتاعنا الفانكشن، يعني لما حد ابتدى الكلام بيقول لو سمحت افتح الباب، يا ترى الفانكشن هنا ايه؟ لو سمحت افتح، ده asking for help مثلا، مثلا بيطلب مساعده. واحد بيسألك what price is this، ما ثمن هذا، او how much is this، ما ثمن هذا الشيء. طبعا هتقولي ده بقى في سوبر ماركت او في شوب او كده، تمام، احنا كل ده هنقدر نعرفه. يعني الطلب عندنا متفوق مستر محمد في الثلاث بنود اللي في الاول، دايما البليس وسبيكر اي وبي بتبقوا انتوا سهلين، لكن تيجي عند الفانكشن تبقى مش عارف هتعمل فيها ايه. تقراها تاني وتشوف، لان احنا حددنا فيها واتكلمنا كتير جدا جدا قبل الترم بتاعنا اللي فات. قلنا سبيكر اي فانكشن بتاعه بالنسبه للاولين لان هما سؤالين، السؤال الثاني هيبقى سبيكر بي هو الفانكشن بتاعه. خلاص يبقى الفانكشن هو الغرض من الكلام. تمام. لما قلت دلوقتي وات برايس از مثلا از ذس جاكيت، يبقى اسك اباوت برايس، السؤال عن السعر. طب لما اجي مثلا بقول لشخص مثلا ثانك يو فور هيلبينج مي، شكرا انك ساعدتني، يبقى ثانكينج شكر. لما اقول لشخص مثلا وات كان اي دو فور يو، أو how can I help you، أساعدك إزاي، ده بالتأكيد بنسميه offering help، عرض مساعدة. لما يجي مثلا teacher في class مثلا بيقول students مثلا write down what's on board، اكتبوا على السبورة أو كذا، ده أكيد giving instructions، إعطاء تعليمات. فإحنا في مسميات محددة المفروض إحنا كلنا عارفينها، اللي هي thanking، هي بعينها التايتلز او التوبكس اللي بتكلم فيها في سيتويشنز. عشان كده مستر عصام قال من شويه ان السؤال ده برضو بنسميه لانجويج فانكشنز، وظائف لغويه. هي وظائف اللغه ايه يا احبائي؟ هتلاقوا مكتوب التايتل ده فوق على السؤال الاول والسؤال الثاني. سيتويشنز والميني دايلوج هم نفس السيستم بالظبط. انت المطلوب في الاول في سيتويشنز بتدي اجابه على الموقف، هتتصرف ازاي في الموقف ده. في السؤال الثاني الميني دايلوج انت مطلوب منك تعرف الكلام ده بيدور فين، الموقف نفسه ده بيدور فين، والشخص الاول مين والتاني مين. مش بتقول لي بقى ده مستر عصام مستر محمد، لا، هتقول لي التوصيف للموقف بتاعه، هل هو تيتشر، هل هو مثلا مش عارف
officer كضابط ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ الفانكشن بقى بنقول هي الغرض. What's beyond these words؟ الغرض او اللي ورا هذه الكلمات. لما بقول لشخص مثلا I advise you to study hard او you should study hard، لما اقول له انا بنصحك تذاكر، ده اسمها ايه يا حبي؟ اكيد كده giving advice، اعطاء نصيحة. تمام كده؟ لما اقول له مثلا I apologize for not coming early، انا بعتذر لاني ما جيتش بدري، بعتذري بقى على طول apologizing او apology اللي هو الاعتذار. وصلت؟ هنشوف دلوقتي اكيد الموقف اللي عند مستر عصام، ولكن باكد تاني لازم تخلي بالك زي مستر عصام كلام شويه ان لازم اعرف ما اخلطش سبيكر A يبقى الاول وسبيكر B ارجع له تاني اشوف مين بيتكلم الاول. مش كل مره مثلا patient ودكتور او دكتور دكتور وpatient، لازم اشوف مين فعلا بيتكلم الاول عشان ما اخلطهمش مع بعض. اتفضل نشوف مع بعض كده. الموقف هنا بيبتدي ويقول لي can I help you، بين قوي من الاول can I help you، دي لوحدها من غير ما نكمل الموقف عبارة عن ايه؟ لو هفترض ان الفانكشن هنا على ايه؟ واحد يقول لي اي خدمة؟ تمام، اعرض عليك الخدمة اللي انت عايزها، دي على طول باللغة اللي قلتها عربي offering help، دي شكلها كده offering help. نكمل الموقف ونشوف. Can I help you? I am looking for a history book. واحد بيقول له ايوه انا عاوز كتاب تاريخ. فالتاني رد عليه قال له the history section. History section هنا بمعنى جناح او قسم. قسم التاريخ is to the right، هناك على اليمين over there، وكمان بيشاور له. معنى كده انه مش في محل، شكله كده قسم التاريخ هناك اهو، يعني زي ما بنقول كده المكتبة بتبقى جزء خاص بالاداب خاص بالقلب يعني الحاجات زي دي. thank you وادي في الاخر بيشكر. يبقى هنقول تاني ترجمة الموقف في الاول بيقول له اي خدمة حضرتك؟ can I help you؟ ايوه عايز كتاب تاريخ. بيقول له كتاب هناك اهو او كتب التاريخ على الجنب. باينه خلاص كده الاجابه بتاعتنا اللي سبقنا طبعا ومتابعنا. اول حاجه هتبقى library، مكتبه. طالب ممكن يقول لي تنفع public library؟ اه، لانها ممكن تبقى بره المدرسه، بس هي مفروض تبقى عارفين انها نطاقها library. ما حدش يقول لي book shop لان دي هتخش في قصه تانية خالص انك راح تشتري الكتاب. يبقى انا عندي مثل عصام في كي ووردز كده زي ما قلنا. اه طبعا، لما الاقي مثلا كلمه زي كلمه borrow يستعير او يستلف، غالبا بتلاقي كلمة حد بيشاور في المكتبة دايما كلمة زي كلمة over there هناك اهو. تمام؟ غير لما بلاقي كلمة I wanna buy، انا عايز اشتري. لما الاقي كلمة buy بعرف ان ده مش مكتبة، مكتبة عامة احنا متفقين اللي فيها كلمة borrow يستعير اكيد library مكتبة او public library مكتبة عامة. واكيد الاشخاص هناك بيختلفوا، بيبقى librarian اللي هو امين المكتبة، بيبقى عندي student كطالب او ريدر قارئ، او ممكن يبقى عندي فيزيتر احد رواد المكتبه بنسموهم فيزيترز. تمام؟ او ممكن يبقى عندي لو في كلمه باي بقى يشتري، هقدم الكتاب ده هديه لحد او كذا، على طول بعرف ان المكان ده بوك شوب اللي هي مكتبه لبيع الكتب. تمام؟ كمان بعرف ان الاشخاص تختلف، يبقى في كاستمر ويبقى في التاكيد في باير، او باير او كاستمر ده المشتري او الزبون. لكن بعد كده بيبقى عندي الشخص التاني بيبقى سيلز مان. احبائي اكيد نروح طبعا دلوقتي الفاصل سريع وهنرجع نستكمل الحلقه معاكم. احبائي طلاب الثانويه العامه وطلاب الازهر اللي لم يحرفهم الحظ في المرحله الاولى، معانا ومعاكم مستر عصام مختار، وهنكمل الحلقه بتاعتنا. طبعا دي الحلقه الاولى من مراجعات اللغه الانجليزيه للدور الثاني 2016. اتفضل مستر عصام. طبعا زي ما كنا بنتكلم في الموقف اللي فات، يا ترى ده لايبرري ولا حاجه تانية؟ مستر محمد تفضل. مشكور اقول لكم في كلمات بتحدد، يعني موضوع الكتاب بس مش كفايه، لازم يقول يا ترى بورو ولا هاو ماتش از ات ولا كده. فطبعا احنا عرفنا في موقفنا هنا تحديدا ان ده لايبرري. تعالوا نشوف مع بعض الاجابه ترتيبها ازاي عشان ما يبقاش فيها نوع من اللخبطه. اول حاجه كاتب لنا البليس، لايبرري او بابليك لايبرري. تمام كده، ادي نص درجه. طبعا عارفين ان السؤال على بعضه باتنين. لايبريريان، ما حدش يقول لا انا تقريبا الستودنت اللي اتكلم في الاول. ازاي؟ ما انت يعني ارجع لورا وشوف التكست بتاع السؤال. اول سؤال هنا بيقول لك كان اي هيلب يو، يبقى خلاص لايبراري. الثاني ستودنت او ريدر، لو هفترض انها مكتبه داخل مدرسه خلاص ستودنت شغاله. لو هفترض انها بابليك لايبراري ممكن يكون راجل كبير شويه في السن، فهقول عليه انه ريدر، ما هوش خلاص أي إن كان هو عدى بقى المرحله دي وخلاص. تمام، نيجي بقى لحته الفانكشن، وما حدش يعمل زي ما انا كاتب كده. انا عامل ايه فرضا ان الموقف دوت جاي لي ايه؟ يبقى هنا في الحاله ديت انا مركز، هو قال لي في الاول كان اي هيلب يو،
حددت الفانكشن ده، انا حددت كمان مين اللي اتكلم. السبيكر الاولاني هنا مين؟ كان اللايبراريان. فبيقول لك اي خدمه، يبقى دي على طول اوفرنج هيلب. طيب فرضا ان السؤال ده اتغير وجه ترتيبه رقم 2، يبقى انت هتركز زي ما قال مستر محمد من شويه واكدنا عليها، هيبقى سبيكر بي اللي هو بتقول له انا عايز كتاب كذا، يبقى هنا asking for help او asking for service. خليك ايه، خليك ناصحه شويه او خليك ناصح عشان الامور ما تبقاش مش مظبوطه. تعالوا بقى نشوف اجابتنا بالترتيب. زي ما قلنا هنا speaker A هيبقى function بتاعه asking for help وخلاص، مش هنكتب A و B. اما لو B ممكن نختصر ونقول responding او زي ما بيقولوا هنا asking for help. يعني معنى كده ان انا في الموقف الاول او situation الاول او المين ديالوج الاول انا بدي الفانكشن بتاعت speaker A، والموقف الثاني او المين ديالوج الثاني بدي الفانكشن بتاعت B. B. طب اللي بيكتب الاثنين مستر عصام بنعديها هنفوتها بس المهم نكتب. ايوه ويكتب كويس. تمام اتفضل. اوكي نشوف الموقف اللي بعد كده. Can I have a cold drink؟ حد بيطلب خدمه صغيره كده بيقول ممكن اشرب حاجه ساقعه، cold drink يعني مشروب بارد. الرد عليه قال له شور، وما تستعجلوش، ما حدش يقول لي كافي شوب وريستورانت والحاجات دي، استنوا شويه. هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. يعني دلوقتي انا شفت كلمه كولد درينك على طول بتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني بيبقى الوحي بينزل وكولد درينك خلاص واشتغل، يبقى على طول كافيه او كافي شوب وويتر وكده وويتر وانا حافظهم وجاهز كاستمر هيترسوا. لكن الواضح كده ان لازم اقرا لغايه الاخر مستر عصام. تمام كمل لغايه الاخر. في كلمه كده تيك اوف صح كده؟ تمام. لكن المشكله ان الطالب بيعمل تيكن اوف قبل ما يكمل بالظبط كده. طيب ما هو ده اللي احنا نقصده، ان انت دلوقتي داخل امتحان ما فيش مرحله تانية خلاص ليه، يعني اخر حاجه، فقدامك 3 ساعات. فزي ما بقول كده مستر محمد اقرا الورقه بكفايتها، الثلاث ساعات دولت مش محطوطين اعتباطا، هو حاطط لك زياده ساعه، يعني هو الامتحان يخلص في ساعتين، الساعه اللي فاضله الثالثه دي للمراجعه او للاسئله اللي وقعت مني او واقفه معايا في السكه. اوكي تعالوا بقى نقرا وناخد بالنصيحه ونشوف الموقف ده هيطلع فيه. Can I have a cold drink? ممكن أشرب حاجة ساقعة عندكم. Sure, but not until we take off. طبعا بس مش قبل أن نقلع. Take off هنا بين قوي إقلاع. يعني ده إحنا كده مش قاعدين في القهوة ولا في ريستورانت. إيه بقى اللي هيقلع بينا؟ واضحة قوي إن هي طائرة. When will we take off؟ يا ترى هنقلع إمتى؟ هو الراجل واضح إنه مستعجل على الحاجة اللي يشربها. In 10 minutes بتقول له 10 دقايق واصبر، وهي فعلا بمجرد ما الطياره بتقلع المشاريب بتنزل. تمام واضح كده المكان ده فين؟ خلاص عرفنا المكان هيبقى البلين. في طالب يكتب بقى بلين سبيلنج بتاعها بي ال اي اي ان، نزعل جدا. طبعا بي ال اي ان ويسيب الاي برده مش ظريف. هنا بقى معلش انت دلوقتي قلت لي يعني ديفرنت سبيلنجز، قلت لي مره بنكتب بي ال اي اي ان، بي ال اي اي ان بلين يعني فارغ فاضي. مره نكتب كمان كلمه بلان بي ال اي ان، هنا ما تقوليش بقى اصل على حرف، وما تزعلش لما المستر مثلا ما يديش درجه هنا، لا انا عندي كلمه بين بي ال اي ان اي دي الطائره. انا مش متوقع ان انا قابل طالب في ثالثه ثانوي عام او ازهري ثالثه ثانوي تمام على اعتاب الكليه وبيديني سبيلنج خطا في كلمه بسيطه جدا. انا ما قلتش مثلا اكتب لي مثلا كلمه انتي ديس استابليشمنتيريزم مثلا عشان تبقى كلمه طويله، لا انا بقول اكتب لي كلمه بلين طائره، تكتب لي بلان بي ال اي ان خطه، تكتب لي كلمه بلين بي ال اي اي ان. يعني هنا بالنسبه لي ده اتس اب تو ذا تيتشر هيم سيلف اور هير سيلف، ده يرجع للمصحح او المقدر اذا كان معلم او معلمه بيرجع له بقى. هنا عشان كده بسميه مقدر درجات مش مصحح، لان ممكن هتسيبها صح وحر، ممكن يقول لك لا الكلمه دي خاطئه لان لها different meaning لان معنى مختلف. اكيد مستر عصام كتب كلمات زي ما احنا كتبناها هنا تحديدا ونشوفها كده السبيلنج بتاعهم مكتوب ازاي. يعني اول حاجه هنا plan p l a هتظهر قدامنا دلوقتي p l a n plan دي خطه شايفين اخرها 4 حروف P L A N طبعا دي مش طياره خالص. بلين اللي جايه وراها اهي P L A N E دي اللي طايره. ده اللي بيتكلم عليه بقى مستر محمد الفارق ما بين السبيلنج. بلانت ممكن طلبه تبقى فاكره، انا فاكر ان في كلمه بتتكتب كده يقول لك دي تمشي. بلانت ازاي؟ دي بلانت هنا بمعنى ايه؟ نبات او مصنع. وشوف بلين الثانيه P L A
اي ان دي احد الوديان او السهول او قماشه ساده او كده. فزي ما بقول مستر محمد بنركز دلوقتي السبيلنج طريقه اخراجك للورق. احنا دلوقتي بنعرفك تعمل ايه صح، لكن فاضل انت المخرج بتاعنا النهارده غير مخرج الحلقه، انت اللي هتخرج اجابتك على الورقه وبناء عليه تاخد الدرجه الكامله. طبعا هي حتى لو خدتها كامله هتتكتب ال 25 درجه، بس احنا نقصد درجه كامله بتاعه السؤال اللي موجود قدامنا. ما تديش فرصه للمستر، طبعا هو ما فيش حد هيعمل كده في الغالب، بس احنا ما بنقولش ان انت تخش وفي نوع من الاريحيه الزياده عن اللزوم، انا هنجح هنجح، لا مش كده، لازم نبذل مجهود عشان الفرصه اللي عدت مش هتكرر تاني. فبرضه ما بنقولش الحكايه دي كتير ومحدش يتاذى نفسيا، يا مستر خلاص احنا عرفنا دور تاني خلاص ما جابوش السيره ديت، لا احنا دايما نقول لك خد بالك او خدي بالك شيء ما يزعلش. وبقول الكلام ده اكتر للطالب او الطالبه اللي واخد عذر وهيخش الانجليزي لاول مره، فلازم ملحلح شويه وحاطط عينه في وسط راسه. طيب عشان بس كل برضه يسمعنا مستر عصام، اكيد برضه الطلاب الناجحين مش هننساهم. دلوقتي طالب ناجح و يعني عايز يعمل تظلم في اي ماده وليكن مثلا انجليزيه على اساس مثلا يخش كليه كان بيحلم بيها، تمام، هل بياخد درجات ولا حسب الشائع في المجتمع المصري ككل ان لا ما بيدوش درجات، احنا بنجمع الدرجات مره تانية وخلاص ما بنصححش تاني؟ عايزين معلش نلقي الضوء عشان نريح ناس كتير قوي، وهنقول قولا واحدا قول فصل. ليه؟ لان اللي بساله دلوقتي يا اساتذه هو راجل معلم خبير بوزاره التربيه والتعليم وراجل مسؤول. معلش انا مش بسال دلوقتي حد قاعد على مكتب، انا بكلم حد في الحقل التعليمي بالفعل بيصحح. تمام اتفضل. تمام، احنا مبدئيا لازم نقول لا للشائعات. يعني الوزاره انتهكت هذا النهج ليه؟ بتقول لك والله لو طالب حاسس او طالبه حاسه انها بلاش كلمه ظلمت، لم ياخذ ما يستحقه من الدرجات في ورقه الاجابه، له الحق في انه يطالب باعاده النظر اليها، يعني يتبص عليها تاني. طبعا من حقك، ما يعني مش مركب وهحرقها واقول لك لا انت مالكش حق، يعني ما هوش قرار محكمه دستوريه، لكن احنا بنتكلم على حته حقك فيها ولا مش حقك. الخطوات بتاعتها طبعا كلنا عارفين، مرشد التعليم بتاع اي مدرسه هيقول لك يا حبيبي هتروح البنك او انت هتروح البنك هتكتبي انا عايزه كذا، موظف البنك هيبقى عارف دي ب 100 وكذا او 100 تسديد حواله بريديه، تمام، وهطلع بيها لغايه الرسم، تمام، الرسم بتاع اعاده نظر الورق، تمام، هطلع بيها على الاداره العامه للامتحانات اللي انا تابع ليها اللي هي الوزاره يعني القطاع اللي انا تابع ليه. يعني ما حدش يقول لي ايه انا هروح وزاره التربيه والتعليم، لا ملهاش جهه اختصاص، الاداره العامه للامتحانات، تمام، الاداره العامه للامتحانات هتقول لك لحظه واحده انت جبت الورق كلام من ده، بيحدد لك ميعاد ويقول لك تعالى بكره او بعده عشان نرصد لك الورق، هيصور ورقه الاجابه بتاعتك. ايوه واحده بقى. هيصور ورقه هيصور الإجابة. يعني ما حدش ينتظر انه هتطلع له ورقه الاجابه اللي بخطه الحقيقي، لا ده هتتصور جوه بس صوره، تمام. اول حاجه بيقول لك اتفضل او اتفضلي ورقتك ديت من حقك هتقعدي تقلبي في الورقه، تمام، او تبص في ورقتك، ده خطي، يقول لك تمام ورقتك، طب سيبنا بقى ايه ربع ساعه هندخلها جوه ويتبص عليها، هيتبصق تماما انه هيتبص عليها كلها، هيتبص على تصحيح بتاعها من اول وجديد، بس فنياته يعني الورقه دي مستحق مع الطالب، انا صورت الورقه اهو تمام، بتعرف طبعا على ورقتي، بقعد بشوف دي نصائح تعملها اولا ما تاخدش موبايل معاك، مش اخد مدرس الماده لان غير مسموح لمدرس الماده يخش معايا، انا ممكن اخد نموذج اجابه مفيش مشكله، وبعدين بشوف الدرجات بتاعه الاول خطوات كده، هل الدرجه المكتوبه على السؤال هي الموجوده على المرايه بره على نفس، يعني الدرجه دي المحطوطه جوه هي نفس الدرجه بره، دي نقطه. هل الاسئله مثلا زي التشويس الاختيارات مثلا، هل مثلا هم 16 جمله هل مكتوب نص نص، هل اتجمعوا صح ومكتوب مثلا 8 من 8، جاوبت مثلا 10 نقاط صح يبقى لازم 5 من 8 الجمع بتاعهم صح. طيب هل في سؤال ما تصححش، هل في سؤال انا كاتبه صح ومكتبين لي عليه خطا، هل في سؤال كان من 3 وهم حاسبينه اصلا من 2، الحاجات دي كلها انت بتبقى معاك ورقه من عندهم اسمها تقرير، بتكتب تقرير بخط يدك ان انا السؤال الاول الصفحه الفلانيه حصل كذا، اتظلمت في كذا، كنت كاتب كذا، ونموذج الاجابه بيقول كذا، وانا شايف كذا. التقرير بتاع سيادتك ده بياخده الراجل المشرف اللي قاعد معاك ويدبس مع ورقتك، وبتبقى ده انت كده كانك عملت، انت كانك المحامي بتاع نفسك، انت القضيه بتاعتك قضيه انك انت مثلا حصل ان زي اي خطا وارد ما تصححش مثلا او زي اي قضيه كبيره حتى
بيحصل فيها استئناف، فيها نقض، فيها كذا. فانت جيت انك تدوك فرصه تانية انك انت تشوف ورقتك. شفت الورقه، كتبت التقرير بتاعي، انا محامي نفسي، كتبت بخط ايدي المذكره الايضاحيه او التفصيليه ان في كذا 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 يا جماعه. ده بيتعرض على لجنه بتمسك تشوف ملاحظاتك، بتراجع ورقتك، وبعد كده ليك درجه بتاخدها ولو حتى انت في الكليه بعد ما قدمت بترجع لك درجتك وبتعدل وبتخش الكليه انت عايزها برضو. فكره بقى اني انت بالنسبه لك تقول انا هظلم، ما انت ممكن تقول ان انا مثلا انا قدام الاب والام انا جايب درجه كويسه ومش او درجه مثلا كنت حل كويس او ما خدتش الدرجه بتاعتي ومش هيدوني درجات. ما فيش حاجه اسمها كده، ليك درجه هتاخدها. ساعه ما يجي لك تقرير ان ما فيش درجات اضيفت، تاكد ليس لك حق في اي درجه. اتفقنا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا، وزي ما قلنا ده كلام ما فيهوش جدال، ومحدش يقعد بقى يلقي اللوم على الوزارة اصل مش عارف ايه اصل مش عارف ايه، لان المعلمين برضو هما فئة من المجتمع موجودة في المجتمع، وكل شيء فيه الكويس وفيه الوحش، انا ما قلناش لا، ولكن زي اي عملية بتتم وارد ان يحصل فيه ظلم، ولكن بدرجة طفيفة، والناس بتتحرر الصدق والحقيقة في كل شيء. زي مستر عصام كان بيقول الورقة بتعدي على 27 معلم. طيب فشلت في ان انا اخد درجه زي انا لك حق ترفع قضيه، تخيل ممكن ترفع قضيه برضه قدام قاضي وبيجيب المعلم الخبير او الراجل المسؤول المستشار بتاع الماده او من ينوب، وبيساله قدام القاضي وبيقسم يمين قدام الله ان مثلا اديها درجه وما اديهاش، وده بيرجع له برضه. فهمت قصدي؟ فانت ليك حق انك تاخد درجتك لغايه اخر لحظه. نرجع تاني يا مستر عصام. لا مصداقيه لكلامك، مصداقيه لكلامك، لو الكلام ده ما بيحصلش ما كانش في بعض الزملاء يجي لهم جزاءات. طبعا يعني وضح لي القصه دي ان هل في معلمين، معلش هو الوزير قال السنه دي، انا قلت على ان لا، انا بقول اللي كان موجود كل السنوات اللي فاتت، ان المعلم اللي هو بيحصل ان الورقه بتصحح وبيطلع فيها درجات او كذا، مستر عصام يمكن نلقينا الضوء اكتر، هل المعلمين بيعاقبوا على كده ولا لا؟ طبيعي. هو طبعا احنا بنقول هنا there is no room for mistake، المفروض احنا بنصحح ما يبقاش في مجال للخطا. في حاله ان يبقى في حاله، خدوا بالك عشان ما اقولش ان احنا بنغلط وكده، لا، بتبقى حالات نادره جدا وبيثبت حقيقه الطلبه. يعني لو طالب او طالبه ثبت انه له نص درجه زي ما المستر محمد كده، بيتم التاكد والتيقن تماما قبل ما نتكلم في حته النص او درجه او اتنين، لان في حالات ما نقدرش ننكرها زادت في المجموع. بيتم نمره واحد استخراج شهاده جديده، شهاده ثانويه عامه جديده خالص بنفس بياناتك، ونزود درجه. دورك لغايه هنا خلص، خدت حقك تمام. نشوف بقى المدرس بتاع السؤال اللي اخطا فيه. هنا بقى بيجي دوره، تعالى بقى كان بيصيف، تعالى بعد المصيف بقى تعالى نشوف الورقه دي، بيبعت له على الاداره بتاعته على مدرسته جزا. طبعا لازم هنحقق مع الاول، مع الهوى يتحقق الاول وبعد كده نطيق. يعني مش بس عشان فتره الف، لا والله ده اللي والله وعندنا بالاسماء الناس اللي بيجي لها جزاءات. يا راجل ده اللي بيكتب، اللي ما بيوقعش على احباء الطلبه، انتوا كلكم عارفين اللي بيوقف بيلاحظ عليك الملاحظ، لو نسي ما يوقعش على السلبسه بتاعت الورق على اسمك كده جنب منه، بيجي له جزاء 15 يوم يا جماعه. عمله مش سهله يعني، عشان ابطل بس ايه الناس بتفتي كل شويه دي، انا ده بحاجه بتضايق قوي، وكان الاضطهاد بقى يعني للمعلم مش كفايه اللي حاصل يعني. نشوف بقى الموقف بتاعنا. طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عليه المشروب البارد زمانه سخن طبعا، معلش. نشوف موقفنا هنا، بيقول هنا البلين مكان بتاعنا طائره، يا ترى سبيكر ايه؟ طبعا هيقول هنا باسنجر الادق طبعا، لان ده يعتبر احد ركاب الطائره، قاعد على متن الطائره. في ناس ممكن تقول لي ترافلر، اوكي وات ايفر، بس يا ترى السبيلنج كتب كويس ولا لا؟ سبيكر بي طبعا هيبقى اير هوست او اير هوستس. خدوا بالكم ان احنا عندنا اتنين، معظم الطلبه حافظه اير هوستس بس، لا احنا عندنا في ذكور شغالين، مضيف غير مضيفه. في بقى ناس بتروح كاتبه فلايت اتندنت، وتروح واخده المسمى مشمولا للاثنين. طيب كده عرفنا ايه وبي والبليس، فاضل الفانكشن نحدده. لو الاولاني اللي بيقول له انا عايز اشرب حاجه ساقعه، ده يبقى اسكينج فور سيرفيس او اسكينج فور درينكس، الراجل اللي طالع الطياره ده عطشان. طيب فرضا مش الموقف عنده، الموقف عندي بي، فرضا ان هو رقم 2 في الترتيب، هيروح كاتب لي تحت refusing a request، هي في الاول sure بس not until، لا مش دلوقتي يعني استنى شويه، او giving instruction، يعني ممكن اكتب الجمله دي بالكامل والبديل اهو كمان giving instruction. حلوه حته البديل دي، لان في طلبه احيانا بتكتب اكتر من اجابه. مستر محمد يعني مستر انا 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 ايدي بتكون عايز اكتب restaurant، يعني هو لو ما كتبش restaurant ما
دي بقى مش مظبوطه لان هو حافظ ان كلمه درينك وهوت وكولد ده مطعم او ده ريستورانت. فهقول له طيب معلش انت مصر او انت مصره تخلقي مشكله، خلي الاجابه الاساسيه الاول ايوه وبعدين البديل دوت. اروح كتب شرط صغيره كده another answer او or. والله بقى هنا دورنا في التصحيح، لما الاقي الاولاني صح رغم ان الثاني اللي انا بقوله ده ريستورانت ده غلط تماما، لا ويتر ولا كاستمر ولا اي حاجه خالص صح، لا كل ده غلط، هو هيكتب فوق الاجابه بتاعتك درجتين هيكتفي باللي هو قراه وهيجي على اللي تحت هيروح جايب القلم الاحمر كده شرطه طويله سين شكرا مانيش عايزه لانه هو غلط اصلا بس هو اكتفى ان ادالك حقك. طيب طالب يقول لي ماستر لو هفترض العكس، لو انا كتبت الاول ريستورانت انا استعجلت وكتبت ريستورانت وويتر وبتاع طبعا هيبقى اوف هيبقى ده اللي غلط. انزل بقى تحت ربنا كرمك كتبت بقى البلين واستهديت بالله كده وكتبت باسنجر وكده خلاص يبقى دي الاجابه المطلوبه، يبقى هي دي الاجابه اللي يعتد بيها وهيجي على اللي فوق يروح شاطبها، يعني كده كده انت واخد حقك. تمام نشوف الموقف الثاني. How can I help you? I want this pair of sparrows. هي الكلمه دي معانا في المنهج او حتى مش معانا، هفترض ان انا مش عارفها، هفترض ان انا مش عارفها. تمام بيقول ايه اي خدمه؟ بيقول اه انا عايز هذا الزوج من، ما حدش بقى يقول لي sparrows دي شوز مثلا او بيجامز او كده، لا يعني استنى عليها شويه. فبيقول له they are 300 pounds. والله الجزء ده ب 300 جنيه. ف here you are اتفضل. ارجع هبقى مضطر ان انا ارجع اقول ايه؟ يعني ايه sparrows؟ sparrows ده نوع من انواع الطيور. تمام عصافير اه. عصافير اه. فبيقول له اي خدمه حضرتك؟ قال له اه انا عايز عصافير. يبقى احنا هنا في الشوب. في واحد يقول لي هنا انا مش عارف ده شوب بيطلع ايه؟ ممكن اقول sparrows شوب. اه. ليه بقى يا مستر عصام؟ هو اصلا من خلال الصياغه نفسها بيقول له 300 جنيه. وقتها عامل بيع وشراء صح؟ فانا هفترض اي مكان بشتري منه بعتبره خلاص شوب. شوب تمام. لو الحاجه دي انا مش عارف المعنى تمام كلام، انا بقول احيانا مثلا كلوز شوب محل ملابس، بقول شو شوب محل احذيه، خلاص سبيرز شوب تمام كده. بدل انا مش عارف ان هو انا عامل الطيور كنت قلت مثلا بيرد شوب خلاص. يبقى اخد نفس الكلمه واكيد انا بتاع بيع وشراء بقى عندي في باير وفي سيلر. تمام تمام اتفضل. يبقى نحدد الكلام البليس بيت شوب اللي هو محل الحيوانات الاليفه عموما بشكل عام المدلله يعني آه. اللي هي الاليفه اللي آه. رايح يشتري قطه او فار وكلام من ده اللي من ورا رب لا فيش اكتر منها سيلز سيلز بيرسون ده هيبقى او المتخصص في المبيعات لان هو قال له في الاول كان هيلب يو يعني تؤمر بايه يعني. فتاني هيبقى كاستمر ونيجي هنا برده حته الفانكشن احنا ما بنكتبش الاي وبي بس احنا نبقى محددين offering help ده بالنسبه للبائع اللي هو seller او sales person making a request. making a request هنا يعني طلب او ابداء طلب انا عاوز كذا او asking for service او زي ما قال مستر محمد كده buying sparrows اللي معظمنا مش عارف هي sparrows تطلع ايه بس انت قايل I like this pair of sparrows انا عايز هذا الزوج من العصافير. نشوف الموقف اللي بعده. What's wrong with this set? What's wrong يعني ايه الخطا؟ في ايه الغلط اللي في الموضوع ده؟ المشكله ايه المشكله؟ بس هي كلمه سيت هنا مش عارفها. ايه السيت اللي ورا ديت؟ بيقول لي the screen isn't clear. لا احنا خدنا سكرين في المنهج. سكرين هنا بمعنى شاشه. بيقول له الشاشه مش واضحه. حد يقول كلمه سكرين بس خلصت بقت كمبيوتر. اقول له استنى don't take off زي مستر محمد بيقول لك ما تقلعش بالسؤال استنى. and it can't receive any calls. لا باينه خالص اهي. ده بيقول لي كولز في الاخر وريسيف لا يستطيع ان يتلقى يعني الجهاز دوت اللي انا خلاص عرفت بقى كلمه سيت يعني جهاز الشاشه بتاعته مش واضحه وكمان ما بيستقاش او لا يتقابل او ما بيستقبلش اي مكالمات. هو احنا بنتكلم على موبايل باينه موبايل شاشه مكالمه واستقبال في كلمه ريسيف وكلكم شطار قوي عارفين في ريسيفر وعندنا كلمه كول مست كول وهكذا. يبقى انا بحاول اخد الكلمات دي مع بعضها وكون جمله مفيد استفيد من الموضوع. لو اتزنقت في قصه مش بس موبايل لو قلت الكترونكس شوب محل الكترونيات اتس اوكي هتعدي لكن لازم تخلي بالك ان انا الكلمات مع بعض جنب بعضها بعمل جيسنج فور ذا مينينج بحاول اخمن المعنى وده مهم جدا في اي لغه. اتفضل اخر جمله عندنا هنا بيقول لي هنا ايه ليت مي هاف ا لوك يعني انت رايح تشتكي الجهاز دوت لا الشاشه شغاله ولا بيستقبل مكالمه وكده فالراجل اللي انت بتتكلم معاه بيقول له let me have a look يعني ايه؟ دعني القي نظره. تمام انت جاي اه يعني انت بتشتكي من حاجه عايزه تتصلح شكلها كده عايزه تتصلح. تعالوا بقى نشوف المكان هيبقى ايه. بيقول له هنا البليس موبايل شوب
موبايل شوب او موبايل سنتر، يا ده يا ده، في سناتر خاصه بالموبايلات. اللي اتكلم في الاول في ايه واتس رونج، ده التكنيشن. التكنيشن اللي هو فني اصلاح الاجهزه اللي هي معطوبه اللي زي كده يعني. وانت بالنسبه له صاحب الحاجه هتقول له هنا كاستمر، او ممكن تقول لي هنا فون او موبايل اونر، زي كار اونر لو احنا رايحين نصلح العربيه او نملاها بنزين. الفانكشن بتاعنا هيبقى انكوايرنج او اسكينج فور ريزون، يعني انكوايرنج دي تبقى بشكل عام الراجل بيقول له واتس رونج، في ايه، ايه الغلط اللي عندك او ايه العيب اللي انت عايزه يعني، ده الاستفسار. تحت بقى هتبقى كومبلينينج، كومبلينينج هنا يعني الشكوى، انت بتحدد له انت بتشتكي من ايه، او بدل الكلمه ديت كلمه كبيره شويه هتقول له اسكينج فور هيلب او اسكينج فور سيرفيس، انت بتطلب. على فكره اسكينج هنا مش معناها سؤال، انت بتطلب هنا بتطلب خدمه او بتطلب معلومات. كده احنا بننقل من بند لبند او من ايتم لايتم. اللي فاتوا دولت لازم نبقى واخدين بالنا منهم. تاني النوعين اللي اتكلمنا عليهم دولت بيندرجوا تحت ايتم اسمه لانجويج فانكشنز، الوظائف اللغويه. احنا بناخد كلمات في المنهج، بنقرا تكست، بنشوف نيو فوكاب كتير، ايه بقى الوظيفه، ازاي يعني تدخل الكلام ده في جمل، ازاي تخرجه منه، ازاي تبني لي جمله، وازاي تعيد صياغتها، وازاي لما تبقى في موقف زي كده تقدر تميز مين بيكلم مين والمكان فين. الجزئيه اللي بنتكلم عليها ديت ده سؤال لوحده بثمان درجات، يعني السيتويشن اللي فات بتاع ريسبوند تو ذا فولوينج سيتويشن اربع جمل باربع درجات، الدرجه ان شاء الله كامله يعني. نيجي للسؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه بتاع السبيكرز، مين اللي بيكلم مين وفين وكده، برده اربع درجات، موقفين مهمين. دول بيعتمدوا على ايه؟ مش مجرد الكلمات يا مستر محمد، درجه فهمي انا، استيعابي انا، لان هو ما بيدينيش منهج وبيقول لي بص السؤال هيبقى كده، لا انت خلاص خدت الباكج على بعض. نيجي بقى للسؤال المهم قوي 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 اللي اولا مبدئيا عليه ثلاث مدرسين ماسكينه في التصحيح. طيب قبل ما اتكلم السؤال ده مستر عصام معلش واسف طبعا المقاطعه، اتفضل. لكن السؤال الثاني كده برضو انا عايز اجهز نفسي. انا اكيد طول السنه وعندي كلنا بتاكد عارفين الطلبه مجهزين بقى ليست كده قائمه فيها كل البليسز الاماكن المحتمل تيجي والسبيكرز في هذه الاماكن، يعني مثلا عندي بانك اكيد عندي بانكر او بانك كليرك، وعندي مثلا كلاينت او كاستمر، عندي سكول في مثلا هيد ماستر او هيد مستريس او في تيتشر في ستودنت، في هوسبيتال في نيرس في دكتور في بيشنت في فيزيتور، الحاجات دي كلها جاهزه، يعني قصدي المكان والاشخاص اللي ممكن يكون المكان ده جاهزين بالنسبه لك، واكيد كلكم عندكم لسته بالكلام ده. لكن الاهم من ده كله اللي كنا دايما بنقول عليه هو انك تكون حافظ الكلمات او معاني الكلمات اللي بتدور في الاطار ده. فاكر يا مستر عصام لما قلنا I'd like to deposit this sum، قال لي okay fill in this form، املى الاستمارة. انا ما عرفتش اجاوب رغم الناس كلها تبقى عارفه الاجابه. deposit يعني يودع مبلغ، وكلمه sum مبلغ، يبقى اكيد الكلام في البنك. فاللي عايز الفت انتباهكم ليه احبائي انك من دلوقتي، تاني احنا ما قدامناش وقت كبير، الامتحانات هتبدا تقريبا 14 او 13 يعني ما فيش وقت كبير، في 8 طبعا ما فيش وقت، يبقى لازم نعمل ايه، نجهز. انا بستعد لكل سؤال، وزي ما قال مستر عصام انا مش بدور بس على النجاح، على فكره انا مش بقول يعني اصلا 25 بخلص على 25 كفايه، لا انا عايز يعني اجيب ال 40 اجيب ال 45 وهم في الاخر يدوني 25 اوكي ما فيش مشكله، بس على الاقل يبقى بحل وانا مطمئن، اطلع من اللجنه وانا حاسس بارتياح. تمام، يبقى نجهز برضو للسؤال ده في ان احنا نكون حافظين اماكن، حافظين اشخاص، وعارفين الكلمات اللي بتدور في هذا الموقف. زي ما قلنا قبل كده مستر عصام يقول له مثلا just trim it please trim، قلنا كلمه trim دي اللي هي تي ار اي، قلنا اه دي معناها لازم يكون باربر وهكذا. تمام، هيكتبنا مستر عصام طبعا وهنشوف مع بعض تي ار اي، حطنا في موقف مستر عصام ويخلينا الموقف كده غامض ويبقى مبني على الكلمه دي بالذات. نشوف كده موقف كده، اول واحد بيقول هاو دو يو لايك ات سير مثلا، فالتاني رد قال له just a trim وسابني كده، فرجع ممكن نزود عليها عشان نوضحها شويه لان كلمه trim لوحدها ممكن تبقى مشكله. Do you need a shampoo wash B no thanks. كده بقى عندي كلمتين ممكن نسميهم الكيوردز، كلمه trim
اللي قدامي دي وشامبو ووش. شامبو انت كده سهلت لي قوي. بقت سهله كده. هو طبعا لما جت من كام سنه ما كانش معاها الحته التانيه، ما كانش فيه شامبو، كان لسه ما ترم بس فكله واقف عند ترم. طب ترم تطلع ايه؟ طيب هكذا. فين لما خمنوا وعرفوا ان مجرد هنا قصه شعر او تصفيفه. فبعد ما سنه عدت وكده زودنا حته شامبو ووش. طب عايز غسيل بالشامبو، واضح مين اللي بيغسل شعره بالشامبو الا عند وخاصه الكلمه نفسها لها معنى تاني، كلمه يشرب بالشجر للاسف. اولادنا للاسف يعني اللغه العربيه عندنا بعافيه شويه، فاحنا يعني لو كان عندنا ثقافه المعلومات العامه واللغه نفسها اللغه الام او النيتف تانج عاليه اكيد هنبقى كويسين جدا في حاجات تانية كتير. ده بيجرنا بقى لسؤال مستر عصام برضه من ضمن الاجابه على الاسئله اللي بتدور في اذهان اولياء الامور. بعض الطلاب امتحنوا وراحوا يشوفوا النتيجه او دخلوا على مواقع اللي كانت عليها النتيجه، بيكتب رقم جلوسه بيلاقي خاطئ او غير موجود. ده بتبقى النتيجه حجبت. أنا كنت حاضر المؤتمر اللي كان عامله وزارة التربية والتعليم لإذاعة الأوائل الجمهورية، ومشكورا معالي الوزير نبه على إن في 105 طالب حجبت درجاتهم على أساس إن حولت أوراقهم للنيابة، النيابة العامة، عشان تفتي بقى هل ده ليه حق أو ملوش حق. لكن دور الوزاره هنا هو حجب النتيجه، يعني تقدر تملك الوزاره تحجب نتيجته لغايه لما تشوف بقى راي النيابه، لان بالتاكيد في تعليمات مكتوبه على ظهر رقم الجلوس بتاعك. الطلبه في ناس كتير ما بتلتزمش بيها، والدوله بتحاول بكافه الاجهزه احنا نسيطر على الغش على محاولات الشغب، ولكن في ناس برضو ما فيش فايده. احنا كنا بنمتحن السنه دي مثلا 560 ألف طالب وكسر كمان 560 ألف بزيادة 30 ألف عن السنة اللي فاتت. تمام. أكيد على لازم تخيله ولازم تعرفه كويس قوي إن الجمهورية، جمهورية مصر العربية جمهورية أو دولة كبيرة قوي قوي قوي، عندنا 90 مليون نسمة، فإنك تسيطر على القصة دي بتبقى صعب جدا، عشان بس ما حدش يقفل قوي يقول لك أصل الوزارة أو كذا أو كذا. العملية في ناس ضعيفة النفوذ بتحاول إن هي تغش أو تغشش أو تساعد على الغش. لكن اللي عايز تقول دلوقتي نصيحة مستر عصام للطلبة حتى لو في النقل، واكيد حضرتك وانا معاك انهم مثلا موجودين في النقل مثلا في مع الطلبة، وقلنا بقى منتهى الصراحة، يا ترى شعور الطالب او بعض الطلاب اللي بيحاولوا يغشوا وسيادتك المطلوب منك كمراحز تمنع الغش، رد فعلهم ايه معاك؟ اتفضل. هو بالنسبة للنقل تحديدا كويس، هي نقطة ظريفة يعني. اتفضل. لان في سنة اولى وسنة تانية لما الطلبة بتمتحن طبيعي بيمتحنوا في نفس اطار المدرسة بتاعتهم، فهو حافظ المدرسين بتوعه وعارف هيتعاملوا معاه ازاي وكده. تمام. فهي قواعد المراقبه في امتحانات واحده سواء اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي، بس يزيد عليها الراحه النفسيه بقى ان انت نمره واحد بتمتحن في نفس مدرستك، مدرسينك عارفينك، فعلى طول بمجرد ما في مراقب او رئيس دور بيشوف كده بالعين الامور دي بيبقى عليها سيطره كامله. لكن للاسف بعض ضعاف النفوس، ايوه، طلبه في ثالثه ثانوي نمره واحد بيستغل فرصه انه هيمتحن في مدرسه تانية. فما فيش مانع، لسه ما قلناش يا هادي ولسه ما عملناش اي حاجه، يروح قبل الامتحان بيومين ثلاثه يشوف القعده بتاعه اللجنه تبقى ازاي. طب انت مش عارفك انت هتبعد هنا، واول ما يبقى فيه رد فعل مش طبيعي معاه تلاقيه ماسك الفرنيتشر او الاساس بتاع المدرسه يبتدي يتعامل معاه معامله سيئه، حته الكتابه على الديسك نفسه، المعامله الفظه مع اللي هيراقبوا عليه. هما خدوا بالكم يعني بيصبروا عليكم من باب الحنو بتاع الاب طبعا، يعني هل هو مش قادر يرضعك؟ مش قادر، ده قادر جدا وقوانين عديده، بس احنا دايما بنقول ايه، لسه ولد او لسه بنت، هو عموما هو معظمهم اولاد يعني. يعني البنات في الغالب ما بتقدرش تعمل اي حاجه، اولاد وبنات نوادر، لكن هي في الغالب بيبقى الولد بيبقى شاب بقى وعنفوان الشباب. فالحاجات دي بمجرد عشان تعرف الفرق، بمجرد ما بيحصل الانفعال ده منك او عمليه الشوشره لوحدها ده خطا جسيم وخطا ايه يستوجب حجب الاجابه، اكيد حجب الدرجه بتاعتك. يعني ابسط حاجه نقول تعالى تعالى ده ممكن اطلعك بره خالص وقعدك في حته تانية. طب يبقى إيه، انت وترت الناس وعملت مشكله وضيعت وقت وفورت القعده بتاعه اللجنه، خليت اللجنه خلاص خرجت بره تركيزها. احنا بنتكلم على اساس دور اول او دور تاني،
لان دور تاني برضو في ولاد بتبقى حاطه في نيتها ان احنا هنعمل وهنسوي اذا ما كناش هننجح. يا عم لا انت هتنجح بس ابذل مجهود عشان to earn it، عشان تستحق هذا النجاح لازم تبذل مجهود. فالقصه كلها زي ما مثلا محمد بيقول احنا دوله مؤسسات لازم نحافظ على رونقنا. مش عايز اقول لكم ان وزاره التربيه والتعليم وزاره الصحه المفروض يبقى اعلى حاجه في الدوله، اكيد اعلى حاجه يعني مع العقول دي اللي بتخرج الناس ودي اللي بتحافظ على صحه الناس اكيد. فطبيعي احنا لازم يبقى لينا دور تربوي. في بعض الاساتذه طبعا بيبقوا يعني صبورين، بس في مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي نفسك you run out of luck، انت حظك خلص في ساعه الغلط. يا عالم بقى هيبقى رد الفعل بشكله ايه وانت الخسران في الاخر سنه. يبقى دلوقتي احنا عندنا مجموعه نصائح مستر عصام. الاولى هخليها بنفسنا، الاولى لينا كمعلمين ولكل زمايلنا، وطبعا كلكم قامه وقيمه واحنا بالتاكيد يعني اقل من ان احنا نديكم نصائح، لكن خلينا نفكر بعضينا. احبائي معلم الجمهوريه على بدون استثناء، يا ريت واحنا بنراقب حتى في النقل في السنوات البسيطه جدا، لان للاسف لما بنتهاون اصبح ده الطلبه بتعتبره حق مكتسب. لا يضيرك ابدا ان الطالب يقول عليك مدرس غتت او مدرس او بيكرهك او بيتضايق منك. خلينا نتكلم معلش نتكلم بعصبيه او بزعل، ده بيحصل مش مشكله، انت عملت ارضاء لله سبحانه وتعالى، لان في الاخر انت المفروض يعني ساعه ما بتقلك انت ملاحظ يعني المطلوب دورك انك تمنع اي طريقه او اي وسيله الطالب يغش، عشان ده مش هياخد حقه. خدت بالكم هيضيع حق ناس تانية. اكيد شرفاء من المعلمين ومن الطلاب ومن اولياء الامور حاسين بالكلام ده كويس قوي. حلوه تمنع، حلوه حلوه تمنع دي تمام. لان هي في المسمى مراقب لجنه مانعا للغش أكيد. وليس ضابطا له. أكيد. انا مش هستنى لما يغش عشان اظبطه. تمام التزامنا بالحاجات دي. طيب الطلبه اولادنا الطلبه برجاء انك انت ما تعتبرش انك انت ده للاسف لا كاس ده تعاون، ده تعاون، ده انت بتعاون ايه؟ بنفكر بعض. لا دي كارثه. مش عارف الاجابه اتس يور اون فولت، ده خطاك انت. مش مطلوب من حد تاخد منه معلومه. وانت اللي عايز تغشش كمان، مش عايز تغش، عايز تغشش ده مش كويس. انت خلي زميلك اصل لا اصل مش عارف صديقتي اصل صاحبتي اصل كده خالص ممنوع. نتعلم. بيتجينا الاولاد دلوقتي في ثانوي يقول لك اصل لا ما احنا كنا بنغش في اعدادي اصل كده. حرام حرام. وانت بتاخد حق غير حقك، يبقى التزم قدر الامكان. اولياء الامور حاولوا تعلموا اولادكم ان ما تاخدش حق حد، مش بس في المدرسه وفي التعليم فقط، في كل حاجه، عشان احنا كفايه قوي البلد كده. يعني فعلا اللي مدمرنا ومضيع حالنا كلنا ان احنا ما عندناش حته الضمير دي، مش موجوده للاسف. وده احنا بنتعامل مع ايه؟ مع الاف الطلبه وملايين الطلبه في الجمهوريه، سواء اذا كان ابتدائي او اعدادي او ثانوي. يبقى نخلي بالنا ان اولي الامر طبعا عارف ان كل واحد فينا فاكر مثلا ابنه هو الملاك بقى. واصل هم المدرسين مش عارف ربنا ايه ويدعي على المدرسين، اصل هم كانوا بينكدوا عليهم غتتوا وتروهم في اللجنه. وترك في ايه؟ انت عندي في اللجنه 18 طلبه او 20 طالب قاعدين، وانا مطلوب مني ايه؟ انا ولا زميلي اللي موجودين الاثنين دايما في اللجنه مثلا، نعمل ايه؟ احنا كل الامر ما تحاولش انت اصلا تكذب انك انت تورينك انت بقى بتحاول تغش. فما نحاول يعني ما اشوفش بقى معلش يعني احترامي كده اولياء الامور بقى الامهات بقى بتعيط وصل ابني وصل الظلم ومن كل الله وكذا وكذا. احنا من الله طبعا، وما ربك بظلام من العبيد، ربنا مش ظلم حد. خلي الامر لله سبحانه وتعالى، لكن خليك عندك يقين. انا ما قلتش ان ممكن وارد ان الظلم الانسان، لكن في قنوات شرعيه يحاول بيها، لكن ما تغش عشان تبقى انسان كويس. عشان اللي بنعلمه النهارده ونخليه طبيب بالغش او مهندس بالغش، ده بيضيع الاف والاف اذا كان طبيب في الاف البشر ممكن تموت تحت ايده، مهندس ممكن عماره تقع في ناس. فاحنا لا نبني بلدنا باصلاح ثقافتنا واحوالنا نفسها الاول، ده اللي هيخلي بلدنا تبقى كويسه جدا. معلش يا مستر عصام. لا لا مش اي مشكله. لا كلام طبيعي. طيب احنا كده خلصنا الايتمز الاولانيه لو اي وبي طبعا سيتويشن الميني دايلوج. نشوف بقى السؤال اللي احنا مسمين عليه بقى سؤال البطل اللي موجود في الامتحان التشويس. التشويس عندنا هنا 16 كويستشن، 16 سؤال. طب 16 سؤال متوزعين ازاي؟ مبدئيا عليهم 8 درجات، نصهم بقى مش شرط بالترتيب كله هيبقى جرامر، لا بالترتيب كده ممكن تلاقي سؤال جرامر سؤال وورد او فوكاب،
يبقى نص الأسئلة اللي هي عليها 4 درجات ده مختصة بالآيتم بتاع الجرامر، والنص التاني هيبقى خاص بالفوكاب، ممكن يبقى داخل منه حروف جر، يعني سؤال خاص بحرف جر، يعني الكلمة دي يجي مع حرف جر إيه. نشوف مع بعض كده أول نوعية عندنا في الأسئلة ونشوف نتعامل معها إزاي، وطبعا كلها من المنهج، ما فيش حاجة بره المنهج. أول سؤال بيقول لنا Agatha Christie is the queen of English crime. Agatha Christie حتى موجودة عندنا في الورك بوك، الطلبة اللي ما فتحتش كتاب الورك بوك خالص هتلاقي الأسئلة دي منها بالظبط نصا. مالها بقى Agatha Christie is the queen، تعتبر ملكة English crime. يا ترى fraction معناها كسر، fiction خيال أو فن القصص يعني، attraction الجاذبية أو الجذب، construction البناء خاصة بالهندسة والمعمار. طبعا هي المصطلح على بعضه crime fiction اللي هو فن قصص الجريمة، تبقى غريبة أو إن تبقى واحدة ست هي متخصصة بال أو الأدب البوليسي. تمام. نشوف الجملة الثانية. سعاد remembered our phone number. سعاد remembered our phone number، تذكرت تليفوننا. because she called us today، لأنها اتصلت بنا مرتين. القاعدة دي دايما بتبقى قاعدة دسمة شوية، استنتاج deduction، فياريت تبقوا واخدين بالكم منها. يا ترى هي احتمال تكون افتكرت ولا هو مؤكد انها افتكرت لأنها اتصلت بنا. انا عندي اخر حاجة تحت must have، دي تدل على التأكيد او الترجيح للشيء، بنسميه near certainty، تأكد يعني. تمام. هو مش 100% ولكن يعني ترجيح يرقى الى 99 وكسر كمان. تمام. دي تدخل طب زي الفل. must have remembered، اكيد او من المؤكد ان هي تذكرت رقم التليفون لانها اكيد اتصلت مرتين، يبقى اكيد عارفة يعني. اوكي. people usually to book their holidays every year، ودي لها علاقة بالوحدة الأولى لو الناس تتذكر reach for the stars، إزاي الناس ممكن تعمل طابور وتقف تتخانق كمان عشان إيه. تعالوا بصوا للفعل ده book their holidays. book طبعا في ناس هتستعجل يقول لي إيه علاقة الكتاب في الأجازات، أقول له لا يا حبيبي بص كده to هنا followed by a verb، book هنا بمعنى يحجز، ويحجز أجازاته every year. يبقى الناس في الغالب زي ما احنا حافظين كيو يعني يصطف أو يقف طابور. طبعا الكلمات اللي تحت عشان نبقى عارفينها string دي حبل، vote يصوت، طبعا كلنا حافظين المصطلح بتاع people have the right to vote، الجميع طبعا اللي يبلغ السن القانوني له حق أن يصوت. stand يقف. طيب بيقول لي طب ما stand يقف ما هي تمشي برضه، أقول له لا stand in a queue برضه هتلف تلف وتحط كيو، يبقى people usually queue to book their holidays. جملة تانية the dentist told me، حتة كده فيها ميكسد كده خاصة بالدايركت والاندايركت. طيب قبل ما نخش بقى على الدايركت والاندايركت مصر العصام يعني معنا اتصال من الشرقية. ندى ازيك يا ندى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا بابا. اهلا يا ندى. ازيك يا مصر العصام؟ ازيك يا ندى عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة طيبة. اتصلت بس عشان اشكركم، والله العظيم كنتوا تعبين معانا طول السنة وكده. ده واجب علينا. ربنا يكرمك. ندى انت كنت علمي ولا ادبي؟ لا انا كنت ادبي، متابعاكم من اول السنة لحد اخرها. تمام. طب ايه رايك بقى في تقييمك كده انت كشاهد عيان بقى؟ لا ده قبل تقييم على... ايه احنا الاول يا ندى انت مجموعك ايه يا ندى كام؟ انا جايبه 95%. ما شاء الله ما شاء الله. انا مرضيش اسال مجموعه مستر عصام، لكن عايز اسال اول بس تقييمك ليه. طبعا اكيد 95% ادبي ده اوائل جمهوريه يا جماعه، فعايز اقول يا ندى بقى يعني شهاده حق ما تجملناش. ايه رايك في قنوات النيل التعليميه في كل المواد؟ والله العظيم استفدت منها استفاده عظيمه، يعني في كل المواد مش بس في الانجليزي بس، يعني في كل، والله انا كنت متابعها على طول. ربنا يكرمك. من اي حاجه يعني. هل هنا المواد لما بتتشرح بيبقى كافي قوي مثلا درس بدرس، ولا احنا بندي شكل اجمال كده وخلاص؟ لا طبعا انتوا بتفصصوا اصلا، يعني بتبسطوا لنا اصلا ازاي نذاكر وكده، يعني انتوا صراحه والله العظيم تستاهلوا جايزه. ربنا يكرمك. طيب تفتكر احنا كده بنبقى طريق او سبيل للحد من دروس خصوصيه ولا لا؟ لا طبعا دروس الخصوصيه ده اصلا اختراع فاشل، هو صحيح في طلاب كتير بيستخدموها، بس والله العظيم يعني ازاي اصلا مدرس يجي لك لحد عندك وهم ما يستفيدوش منه، يعني دي حاجه. طيب احنا طبعا مش هنقول بقى شكرا، لا احنا هنقول اصل تبقى برضو شكر بقى مجروح، لكن احنا بنقول انك انت اكيد ده تعبير عن رايك، ويا ريت كل الطلاب يسمعوا الكلام ده ويشوفوه من بنت من بناتنا اللي هم من اوائل الجمهوريه
واظن 95% ده ادبي، دي حاجه تدخلها اي كليه مرتاحه. تمام، احنا بقى بنقول لك الف 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 مبروك، وربنا يكرمك دايما كده، وتبقى برضه صديقه النيل التعليميه، وانت برضه في الكليه دايما باذن الله. ماشي يا ندى؟ ماشي. طب كنت عايزه استفسر حاجه بس. اتفضلي يا بابا. طب مثلا انا لو عايزه ادخل، انا اصلا كنت عايزه ادخل تربيه انجليش. تمام. طب الانجليش انا ناقصه فيه 3 درجات، يعني انا حاجه ايه يعني ينفع ادخلها؟ اه طبعا بالمجموع بتاعك الاول، انت عارفه ان احنا بنخش اصلا 95 تكتبي التنسيق حسب رغباتك طبعا، عندك 48 رغبه بتكتبي طبعا، بتختاري تعرف التربيه بتبقى التوزيع فيها اقليمي جغرافي، يعني هتكتبي مثلا منطقه، طبعا انت قلت الشرقيه صح؟ اه. بيبقى اكيد جامعه الزقازيق اكيد في كليه التربيه. لو ليكي رغبه في انك انت تحطيها كرغبه اولى بتتكتب عادي، عشان بس لو ده انت حابه الكليه مفيش داعي ان اكتب كليه تانية مثلا وهتجيني، لانك انت مجموعك ده دخلك اي كليه انت عايزاها. فلو انت رغبتك تربيه اكتبي تربيه من الاول على طول. بتخش طبعا بيبقى في توزيع على الاقسام بداخل الكليه، التنسيق الداخلي بتاع الكليه، التنسيق الداخلي اكيد انت ان شاء الله هتبقي زميله لينا، ويشرفنا طبعا تبقي استاذه لغه انجليزيه، ويمكن ربنا يكرمك وتبقي درس في القسم في الكليه باذن الله. يا رب. ربنا يكرمك ندى، والف الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، ودعاءنا ليكي بالتوفيق في حياتك في الجامعه باذن الله. اتفضل، مع السلامه. نرجع ثاني يا استاذ عصام، بديك شفت بقى يعني وشاهد شاهد من اهلي طبعا. هو يعني احيانا ما بيبقاش الانسان سعيد بقدر نجاحه مع ابنائه من الطلبه. تمام. انا الموقف اللي بيجيني دلوقتي بيستحضرني اخر مشهد من مسرحيه هلو شلبي. تمام. عملاق المسرح في مصر عبد المنعم مدبولي لما بيسالوه، احنا صرفنا يعني 10,000 جنيه على المسرحيه والتذاكر جابت 10,000 جنيه، فبيساله المنتج هو فاضل قد ايه من الايرادات؟ قال له 75 قرش. قال له نعم 75 قرش، امال ايه اللي انتوا بتكسبوه؟ فراح مشاور له كده قال له ده تصفيق الناس اللي بيتفرجوا عليه ومشاهدين بتوعه. احنا عندنا نفس الكلام هنا بالظبط، تحس ان احنا جبنا جون. الطلبه بتوعنا لما بيقابلونا في الشارع احنا جبنا كذا مثلا، احنا بنبقى اكثر سعاده منهم، لان فعلا المدرس بيستحضر روح ولي الامر، الوالد او الوالده يمكن مشاعره تتحرك كتير. ليه؟ لما يقول ايه انا فعلا قدرت اعمل حاجه. يعني ملاحظة ليه الأقاليم بتحقق درجات أو أوائل الجمهورية؟ لأن الناس دي يمكن احنا بنعمل قوافل تعليمية وبنلوح الأقاليم، وعارفين أن الطلبة أكثر حرصا على مشاهدة قنوات النيل التعليمية بكتير جدا جدا من أولادنا المرفهين هنا في القاهرة، اللي هم بالنسبة لهم بيكبروا مفرجوش. لكن احنا بنقول الدولة بتحاول، والدولة دي ممثلة في إيه؟ يعني انا والله لا يعني مش عايز اقول مثلا اني القائمين على القناه نفسها هم الجنود المجهولين، يعني من اذا كان كل مخرجي او معدي والله يمكن احنا مدرسين يمكن اقل، احنا يمكن اقل مجهودا من الناس دي كلها، لكن في القناه نفسها الناس ما عندكوش فكره قد ايه بتستميت والله العظيم على انهم حتى يخلوا الحلقات دي هوا، وبينكف يمكن مع كل المؤسسات الحاجات المعنيه في الدوله ان لازم يبقى فيه بس مباشر او تفاعل مع الطالب. فاحنا طبعا يا مستر عصام بنقدم الشكر اولا لكل القائمين على هذه القناه، عشان هي فعلا منبر لتوصيل رساله علميه، وفي نفس الوقت هي بتحد من ظهر دروس خصوصيه او بتشيل عبء كبير جدا جدا عن كاهل الاسر المصريه، لان اكيد ما فيش الناس مش مدركه ان قد ايه مثلا يكون ولي امر في قريه من القرى في صعيد مثلا مصر او في وجه بحري ومش قادر مثلا يدفع ثمن درس خصوصي، ويكفي ان اولادنا بفضل الله سبحانه وتعالى بيطلعوا اوائل الجمهوريه. نرجع تاني دلوقتي للسؤال بتاع نشوف سؤالنا نكمل سؤال التشويس. اتفضل. سؤال التشويس هنا عندنا في نوع من الميكس شويه، يعني في خليط ما بين المعنى بتاع الجمله وقاعده جرامر بعينها. تعالوا كده نبص مع بعض ونشوف الجمله دي عباره عن ايه. The dentist told me that. Dentist اللي هو طبيب الاسنان طبعا كلنا حافظينه. Told me، اول ما الاقي told me او said to me او asked me خلاص كده سؤال غير مباشر. That he able to treat me until the next day. الدنتست قال ان انا او هو طبعا لن يكون قادرا to treat، فاكرين طبعا treat هنا و cure، treat يعالج، يعالجني لغايه يوم ال next day اليوم التالي يعني. هي يا ترى نيكست دي كده نتذكرها كانت بين الاقواس كلمه ايه؟ تومورو. تمام، لو افتكر الطلبه معانا ومتابعين تومورو واضح انها بنتكلم في شال وويل. تمام اوكي، لما ابص بقى بره على تولد مش هنشتغل في شال وويل،
تمام. هنشغل الماضي بتوعهم، لان told دي تعتبر كي وورد انها تغير الزمن بتاع الكلمه اللي جوه، اللي هي دي. هي اصلها كانت ايه؟ I will not be able to treat you. دي الجمله الاصليه. يبقى he would not be able to treat me. ده الشكل العام بتاع الجمله، لان هو مغير الكلام. told me معنى ان هو مش موجود وبيتكلم، عشان كده غيرنا زمن الجمله. نشوف الجمله دي برضو فيها حاجات خاصة بالمنهج. داليا spent 3 days in hospital. داليا طبعا مش مقصودة خلص الاسم، هي جاية بالصدفة، قعدت 3 أيام في المستشفى. ألف سلامة يا داليا. 2 after her accident. هي كمان her accident، يعني أكيد هتقولوا أنت بتفعل علينا يا مستر. طبعا هنقول سين ما جرها حادث، وهي قاعدة دلوقتي فاضل لها 3-4 أيام وهتعدي، أو هيبقى فترة إيه ما بعد الحوادث أو العمليات. طبعا recuperate كلنا حافظينها. recuperate هنا بمعنى يتنقه أو يعيش فترة أو يمر بفترة نقاهة. نقاهة لو بعد العلاج. بعد العلاج وكذا. نشوف اللي بعديها. My new trousers are too long. والسؤال ده عايز قاعدة شوية. قاعدة في إيه؟ أنا قبل ما أقراه تعالوا بصوا كده على choice اللي تحت، كاتب هنا broaden, shorten, deepen, widen. ده في فخ. ده الأربعة آخرهم إيه إن. طب هي إيه قصة الإيه إن؟ دايماً حافظين إحنا الحتة الفنية دي. الصفة، الصفة أياً كانت large, small, young, smart، الحاجات دي كلها في منها يقبل إضافة إيه إن في الأول أو في الآخر. في الحالة دي الصفة بتاعتي دي بتتحول إلى verb. يعني مثلاً قول هنا large. يبقى ان لارج يبقى إن واسع. تمام. قلنا كلمه وايد بالظبط كده، وايدن. وايدن مش شرط بقى لازم ايه ان تحط في القدام، لا تمام. هي برضو اللغه. فاحنا بنتعامل مع صفات وتم تحويلها الى افعال، شورتن ووايدن وان لارج وكده. تعالوا نبص بقى المعنى. يعني انا خلاص عرفت الحته الفنيه دي، ايه ان مع الصفه تحولت لفعل. طيب هو انهي فعل بقى في دول؟ هنضطر نرجع نقرا تاني. يبقى اذا احنا عندنا حاجتين. فيرست you have it's very very important to read the question from the first till the last. لازم تقرا لي جمله من اولها لاخرها وترجمها لي بقى، ساعتها بقى يجي هنا عمليه التنسيق. which word suits best، انهي كلمه في التشويس اللي عندي تتناسب بشكل ايه best. عشان كده بقول لك choose the best مش the correct، the best answer افضل كلمه، لان في كلمات ممكن يبقوا شبه بعض بس هي دي اللي تمشي اكتر من اي حاجه تانية. تعالوا نرجع تاني لجملتنا ونقراها. my new trousers are، خدوا بالكم من كلمة trousers هنا جامعة، عشان كده قلنا are. ديك a pair of trousers. pair of trousers تبقى مفرد. تبقى مفرد تمام. my new trousers are too long. البنطلون الجديد دوت كتير طويل، طويل قوي يعني. لما اقول too long يبقى مش عارف البسه كده. ده يعني صعب جدا يعني. so my brother is going to. my mother. عفوا. my mother is going to them for me. تاني خدتوا بالكم من them دي مش it، لان trousers ما زالت في طي الجامعة. يا ترى البنطلون الطويل قوي ده ماما هتعمل فيه ايه؟ ابسط حاجه ترجعه مش كده؟ احنا عايزين نحل الموقف. لازم نعكس الكلمه. تمام. بدل ما يبقى لونج يبقى اكيد شورت، يبقى في الحاله دي شورتن ذيم فور مي. شورتن هنا يعني يقصر او يخليه اقل شويه في الطول. ذا وير ستاك ان ذا مترو. مش عارف انا لما باجي عند الوحده السابعه والواحد يحس ببعض الناس. ركز يا مستر عصام. من الوحده السادسة 7-8 الوحدات دي مليانه كلمات. لا وتبعث على الوطنيه. السبعه صح. انجينيرنج. مترو الهرم وكده. بتدي صوره للواقع بتاع بلد. تمام. ذا وير ستاك. اولا كلمه ستاك هنا يعني اتزنق مثلا، ترجمتها كده عشان ما تقعدوش تفكروا كتير. ان ذا مترو. مين بقى اللي كانوا مزنوقين في المترو فور 3 اورز؟ 3 ساعات جوه المترو مزنوق. ساعات بتحصل متعطلين. عطلانين. because of a power failure. باور اللي هي الطاقه او الكهرباء اللي بتشغله، وفيلير انقطاع التيار. هما مين بقى اللي كانوا جوه المترو ومزنوقين او متعطلين؟ اللي هما كاتبين ايه بقى احنا عندنا؟ كاتبين احنا عندنا diameters, regions, commuters, cliffs. وخدوا بالكم ان الاجابات كلها جامع. عشان يبقى برضو هنا تريك للطلبه. لا وبعدين كمان بس برضو في تريك حلوه برضو. ان انت لو قلت لي مثلا مكتوب teachers و commuters مثلا كان ممكن الاثنين يتحبسوا او يتاخروا. تمام. لكن تديني كلمات تانية، تديني اصلا كلمات جماد immaterial
او كلمات ماتيريال سوري تدي مثلا كلمه زي مثلا كليفز كليفز او كلمه مثلا ريليجنز او ريجنز ريجنز فالحاجات دي كلها اصلا مش ممكن تكون موجوده في الميتا. يعني ما ينفعش ندي حساب للتخمين. ايوه ده انت عندك كلمات مرتبطه بمعنى فلازم هي دي اللي تيجي. تمام. بلاش التخمين. يبقى كلمه كمبيوتر بمعنى الناس اللي هم اللي بيركبوا مواصلات رايحين جايين للشغل. يعني يكون ساكن في منطقه ركاب وبيشتغل في منطقه تانية بنسميه كمبيوتر. والفيرب كلمه كوميوت دي من الكلمات المهمه جدا جدا في الوحده 7 يبقى كوميوترز. تمام. نشوف الجمله الثانيه. Nurses are part of the medical. الممرضات يعتبروا جزء من الاي ميديكال. ميديكال هي محفوظه في 3 4 5 كلمات بتيجي مع كلمه ميديكال. طبعا كلنا حافظين كلمه بروفيشن ميديكال بروفيشن. تحديدا كلمه بروفيشن مرتبطه بايديوكيشنال مرتبطه بانجينيرنج بروفيشن الحاجات اللي تتطلب تدريب حتى بعد التخرج. يعني لما بيتخرجوا من كليه الطب لازم ياخد سنه انترن زي كده يعني مقيم في مستشفى. المحامي طبعا لازم ياخد له سنتين على الاقل تدريب. فلازم كلمه بروفيشن هنا مهنه ذات التدريب قبل المزاوله. When you the truth you will change your mind. دي حته جرامر بقى عايزين نبص عليها كويس. When you the truth لما تعرف الحقيقه you will change your mind. هتغير رايك بس لما تعرف حقيقه. يا ترى اعرف حقيقه فين في دول؟ احنا حافظين في 5-6 روابط مثلا after as soon as when while the moment مرتبطين بايه بخصوصيه بيها. يعني بالراحه كده نكتبهم واحده واحده عشان مش هينفع ايه الشفوي كده. لو انا هقول هنا after او when او while the moment as soon as تحديدا دول نقف عندهم شويه. كله حافظ after بيجي وراها ماضي تاني. لا طبعا كله حافظ كده. لا هو في بدائل طبعا. عندنا وين حافظين يجي وراها حافظين. شوفوا الكلمه حافظين معناها ايه؟ انه قافل مجال التفكير. ما هو ده المشكله مش في الطالب في المدرس والترجمه. انت قارس على المدرسين النهارده. معلش احنا عايزين نفوق احنا شويه. اوكي تعالوا بقى نتفرج امتى after بالماضي التام اللي احنا قلنا عليه وامتى after باللي احنا عايزين نشتغل عليه هنا. لو انا قلت كده after they had typed the agreement. agreement هنا بمعنى الاتفاقية. كم لغاية هنا تمام. الجملة هي بتاعتنا ما هو احنا متفقين يا مستر عصام. قالوا بس اصبر شوية انا بجيب رجلك. after they had typed the assignment of the agreement they signed it. بالراحة بقى كده. after ك time expression فعلا followed by تاني الماضي التام. هنا الجملة التانية they signed it معنى كده ان انا عندي action A الاولاني الحدث اللي حصل الاول هم كتبوها كتبوا الاتفاقية وده action B الحدث اللي يليه وقعوها. الجملة هنا بتفيد ان الحدثين تموا. طيب خليها شوية مستر عصام. دلوقتي اللي عايزك اللي عايز حضرتك تقوله لنا يعني لو انا عندي رابط مهم قوي اكون عارف معنى الرابط. بمعنى كلمه after اكيد معناها بعد. لو حد فاكر ان كلمه after معناها قبل زي مثلا كلمه before يبقى اخطانا خطا شنيع. بالمنطق بعد انا عايز مش عايز اقول اتحدى اي حد يحط لي كلمه بعد ويجيب لي حدث تم الاول. كلمه بعد حدث تم ايه سوري حدث يكون تم تاني. لا كلمة بعد دايما بعد حدث تم الاول. بعد ما ذاكرت حليت الامتحان. بعد ما توضيت صليت. يبقى دايما بعد كلمة بعد حدث بيتم الاول. فقلنا after they had typed the agreement they signed it. بعد ما طبعوا الاتفاقية وقعوها. حد يقول لي انا ممكن ما اخليش مرة تانية. It's okay. انت ممكن بعد كلمة after لو حدثين تموا وانتهوا في الماضي اللي بعد after يفضل يكون ماضي تام past perfect. يعني had plus the third conjugation of a verb تصريف التالت الفعل. والجملة التانية past simple ماضي بسيط تصريف تاني. لكن عادي جدا after they typed they signed. يعني ممكن بعد after ماضي بسيط والجملة التانية زي ما هي برضو ماضي بسيط. يبقى ممكن تقول الخلاصة كلمة زي كلمة after كلمة the moment في لحظة كلمة as soon as الكلمات دي أصلا
او كلمه ويل، الحاجات دي احبائي ما تحفظش، خليك عارف بس معنى الكلمه، معنى الرابط، وبالمنطق يجي بعديها لو اتكلم على حدث، حدثين في الماضي اكيد الاول بماضي تام وبعديه ماضي بسيط، او ماضي بسيط ماضي بسيط ما فيش مشكله. لكن يختلف تماما لو الكلام بتكلم على مستقبل، بعد ما هيكتبوا او يطبعوا الاتفاقيه هيوقعوا عليه، سوف يوقعوا عليه، يبقى حدثين في المستقبل، اكيد يختلف الرابط، يختلف كمان التنس نفسه بتاع الجمله، يختلف الزمن اللي هستخدمه. اكيد مستر عصام كتب الجمله دي اوضحها لكم حالا، الجمله دي في المستقبل. نشوف كده اول جمله بس عجبتني قوي بعد ما يعني يبان الترجمه، خدوا بالكم لان هي دي اللي تفرق كتير جدا. تعالوا نشوف بقى الجمله الثانيه اللي كاتبينها ونفس سياق الكلام. After they type. After they type. ممكن نبدل بدل ما type اروح مبدل وحاططها have typed. يعني جاي وراء after. Present perfect. ايوه. لان الاثنين بيدل على حاجة لسه بتحصل دلوقتي. After they type the agreement, they will sign it. القصة هنا بقى الزمن المتوافق مع الرابط اللي عندي هنا. مستر محمد قال لكم خدوا بالكم مش لازم ماضي تام، ممكن ماضي بسيط. طب ايه رايكم بقى جاي مضارع اهو. ده كمان مضارع بسيط او present perfect او مضارع تام. يبقى after they type the agreement they will sign it او after they have typed the agreement. نكمل بقى الجملة بتاعتنا كده، النص التاني زي ما هو they will sign it. يعني مجمل الكلام الرابط اللي موجود عندي مش مجرد ان انا حافظ شكله ايه والجملة تيجي معاه ايه، لا ده انت بالظبط زي ما المستر محمد لازم تبقى عارف معناه وزمن الجملة ومعنى الجملتين اللي هيتربطوا في بعض، وبعد كده اقرر يا ترى بقى اللي انا حافظه ولا اللي يتوافق مع المعنى وشكل وترجمة الجملة. عشان كده نرجع تاني لموقفنا هنا ونشوف الجملة هتتحل ازاي عشان ما يبقاش فيها لخبطة. يعني لو حدثين في المستقبل وعندي رابط زمني، يبقى اللي بعد الرابط present simple او present perfect، اللي بعد الرابط مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه الثانيه زي ما هي future simple مستقبل بسيط. تمام. will والمصدر. غير لما يكون عندي الناس حافظه كده after after ماضي تام، يا عم انا بكلمك على مستقبل مش على ماضي، بعد الرابط مضارع بسيط مضارع تام والناحيه الثانيه مستقبل بسيط، ما تبقاش حافظ، حاول تفهم حتى الجرامر، هو نفسه العربي هو نفس الحاله العاديه اللي بنستخدمها، افهم الجرامر even for teachers. يعني اتفضل. اوكي يبقى نشوف جملتنا هنا. لما يقول لي هنا وين، طبعا خلاص عدينا مرحله الحفظ، المفروض مش هيقول لي بقى ايه يجي ماضي بسيط لان الجمله هنا لسه هتحصل. يبقى when you have known the truth، عندما ترجمتها كده، ترجمتها عندما تدرك الحقيقه، لما تكون عرفت الحقيقه you will change your mind، معنى كده ان انت لسه الحقيقه ما عرفتهاش كامله يعني. اوكي اللي بعده the prisoner of Zenda. اتأخرت شوية prison of Zenda دي، كنا عايزين نجيبها بدري. hope. hope هنا مش معنى أمل، لا ده هو المؤلف بتاعها Anthony Hope. few months to write. few months هنا محدش ينطق الاس، few months is غلط طبعا. few months. يبقى the prisoner of Zenda hope few months to write. الكتابة بتاعت القصة دي استغرقت كام؟ استغرقت كام شهر كده، شهرين ثلاثة أعتقد يعني. الإجابة هتبقى took hope. took اخذت hope. منه يا مستر استغرقت منه. اخذت منه كام شهر يعني. جميل. هي حتى احيانا بتبقى في جمل قديمه يقول لك ايه it took me. ايوه استغرق الامر مني. ايه اللي تيجي تدور عليها ما انتش عارف بتاعت ايه. it took me 2 weeks to read Anthony Hope's Prisoner of Zenda. تمام. اوكي نشوف الجمله اللي بعديها. خدوا بالكم الجمله دي فيها تريك صغير. ايه هو بقى؟ نقراها. كلمه the lady المراه او السيده of the murder بتاعت الجريمه بتاعت القتل is thought to be innocent. is thought معناها يعتقد انها بريئه. اذا احنا عندنا كلمه مشهوره قوي في الاربعه اللي موجودين عندنا كلمه suspect. suspect هنا بمعنى يشتبه. لما نيجي نترجمها كده المراه تشتبه ولا is suspected مشتبه فيها ولا suspected بس اللي هي المشتبه فيها. هنا التصريف الثالث اللي جاي جاي كصفه. الفعل اللي هو عندنا هنا suspected جاي كصفه، هي ترجمتها the lady which was suspected of the murder. who was suspected. او هو عفوا
ففي الحاله ديت طالما مفيش ديت الرابط بتاعي اللي هو ريليتيف كلوز في الحاله دي باخد الصفه اللي هي التصريف ثالث مباشره. يبقى ليدي سسبكتد معناها السيده او المراه المشتبه فيها. تمام، لان هنا سسبكت جت تصريف ثالث. ذا ليدي سسبكتد. تمام، ده كل ده الفاعل بتاع الجمله. تيجوا تقرا الجمله كده ذا ليدي سسبكتد اوف ذا ميردر، كل ده الفاعل. ايوه تمام، حته كبيره قوي عشان برضو تركيا ما حدش يعدي فيها. از ثوت تو بي انوسنت، يعتقد انها بريئة. طيب مستر عصام، اكيد ما زال في وجعباتك الكثير يعني. طبعا طبعا، لكن اكيد وقتنا بينتهي. خالص الشكر احبائي لمستر عصام مختار معلم اللغه الانجليزيه، وخالص الشكر كمان لكل القائمين على هذا العمل خلف الكاميرات، وعلى ان نلتقي ان شاء الله في حلقه جايه. عايزينكم طبعا تذاكروا وتشدوا حيلكم وتعرفوا ان دايما في امل باذن الله، واكيد نجاحكم مضمون وهتلحقوا بكل زملائكم في الكليه. على ان نلتقي، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.